بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. أبو الهزيمة وأبا النجاح إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابة. حلقة مهمة جاية في توقيت أهم يحتاج للكثير من المصارحة والكثير أيضا من الصراحة، لكن لماذا أبو الهزيمة وأباء النجاح؟ ما هو يقول لك الفشل طفل لقيط، كل يتناصر من الفوز ألف أب. الفوز ألف أب، وهو والهزيمة طفل لقيط يدور لها يا لقيط يا يشوفوا لها حد يشيلها. والحقيقة أنا تذكرتها بمناسبة أكتر من حاجة. نمرة اتنين. أيوه. ما يحدث مع النادي الأهلي في التعامل مع الهزيمة والنجاح. وأيضا تذكرتها وأنا أرى ما تحقق من نجاح في كرة اليد. ما تحقق من نجاح في كرة اليد، وأنا عمال أحلل، وبالصدفة أنا كان لي علاقة بكرة اليد، مؤكد عندك تفاصيل كتيرة. يعني اما تيجي ميعادها بس فكرني هنتناولها ازاي عشان نتجنب. هنتناولها لانه الحقيقه الحلقه جايه في توقيت لا يتحمل غير الصراحه ولا يحتاج الا المصارحه، عشان كده فيها اربع موضوعات مهمه. مذبحه العداله بين الصدفه والاراده. شكرا لسارتي، ولكن لأنه الأهلي. وأخيرا ودائما وبحق تسلم الأيادي يا أبطال. من الآخر لعل النهاية هي الخاتمة، تسلم الأيادي، فوز أبطال كرة اليد في إنجاز غير مسبوق لأي دولة خارج أوروبا، إن يفوز فريق ببطولة العالم للناشئين تحت 17. احنا عملناه على فكره، انا اندهشت قوي من فكره عملنا مرحله الشباب في 93، يعني الشباب ولا الناشئين، يعني القاعده. يعني لما جمال شمس ياخدها على ارضنا هنا في 93، في 93 وكان ليها ارهاصات. وده اللي انا مخلاني افكر في الايه، اسباب الفشل واسباب النجاح. استاذ ابراهيم، يعني قد عصرت هذا الامر منذ بدايته. انت هاند بول مان. أنا كنت عضو الاتحاد المصري لكرة اليد، أمين صندوق، ومسؤول عن الفرق القومية من 80 ل 88. وتعاملت مع الكابتن حسن مصطفى وهو مدرب المنتخب المصري ثم رئيسا للاتحاد المصري في على طول. قفزا من دي إلى دي. كابتن حسن مصطفى رأى أن ينتهج الأسلوب العلمي. فلأول مرة يعظم من قيمة اللجان الفنية داخل الاتحاد. ومن اللجان الفنية داخل الاتحاد تعرفت على شخص، الدكتور خالد حمودة. بدأ في هذا يعني من هذا المدخل، ومعاه لجنة أو لجان رائعة يخططوا لنهضة كرة اليد المصرية. وانطلق مشروع العمالقة. انه يجوب المحافظات وينقي مواصفات تناسب كرة اليد. وتعرفنا على مجموعات متتالية من خريجي هذا المشروع الهائل. ولكن دكتور حسن مصطفى والثمان سنين مش عارف ايه بره على الاتحاد المصري، على الاتحاد الدولي، الاول اللجنه الاولمبيه المصريه ثم الاتحاد الدولي، ليبدا سكه نجاح هائله وطور كره اليد ووضع قدما لافريقيا على المضمار العالمي. انا بحكي لك باختصار لان قد تنجح بالصدفه. ولكن عندما تتكرر الصدفة، لأن الكلمة دي هتجيلنا في مناسبة أخرى في كرة القدم. صحيح.
يبقى الموضوع مش عشوائي، الموضوع تخطيط. إنه هذه الثمار الرطبة قوي وهذه الشجرة اليانعة لها جذور طويلة. لها جذور وليها أسباب. عمل مؤسسي عندما تخلى عنه اتحاد كرة اليد في مرحلة من المراحل اهتز، اهتزت النتائج. فعندما تريد أن تبحث عن كلمة السر، وهنا عدم عدالة الكثير من الأمور عندما تلجأ للتخطيط، أن غيرك يقص الشريط. لكن كالعادة لابد من حفظ الحقوق في كل من غرس، لأنه زي ما قلنا هذا الإنجاز الكبير والإنجاز المتكرر، لأنه كون أن منتخب الشباب يصل إلى الدور قبل النهائي لبطولة العالم ثم يفوز منتخب الناشئين ببطولة العالم، فالمؤكد أن هذه الشجرة وفروعها خلفها جهود كبيرة. مهندس عدلي أشار إلى أنه أحد أصحاب هذه الجهود الطويلة لفترات سابقة دكتور خالد حمودة. مساء الخير يا دكتور. تحياتي وتحيات المهندس عدلي، والحقيقة الراجل لسه بيعدد الدور الكبير اللي بذل في السنوات السابقة. بس الأول قبل ما استقبله وحييه لازم أكمل لماذا الدكتور خالد حمودة. أي الدكتور خالد حمودة كان مسؤولا في المطبخ الفني، وهو من اسمه الدكتور خالد حمودة. صحيح. لاعب سابق، أحد مخططي المطبخ الفني في نهضة وتطوير كرة اليد، ثم رئيسا للاتحاد المصري ليكون يعني ضحية 8 سنوات. وبعد كده بعد كده يا دكتور انت فين؟ الحقيقه انا بشكر حضرتك للتقديم المضمون، واذا كان في اي نجاح فاحنا النجاح سبب انتماء الاسس كره اليد اللي طول عمرها عايشه وتسلسل وتسليم سلطات تواصل اجيال، مفيش جدال. الحقيقه احنا عرفنا كده عن اساتذتنا، ومن ايام ما ابتدت كره اليد واول ما حصل مشاكل 75 مع رجاله الاتحاد سورة فتاح الناس كلها الحقيقه يعني. والنبي تذكرني كده، لان انا ما تذكرني بالمجموعه اللي اشتغلت فعلا على قدر تذكرك كده في المطبخ الفني في الاتحاد. ذكرني بالمجموعه اللي اشتغلت في المطبخ الفني للاتحاد واللي خط. لا يعني ما حدش ينسى دور الدكتور عبد الفتاح. ايوه الدكتور الاستاذ خالد عبد المؤمن وناس كتير حقيقه، وطبعا عفت رشاد. ايوه حب الالقاب، الناس كلها الحقيقه يعني، وفي الفتره الحاليه علاء السيد، الناس كلها اشتغلت وبحب ما عندناش اكثر من ان احنا يعني ولاد الاتحاد بنحب اللعبه بنعشق اللعبه، هدفنا واحد تسليم السلطات. الشغل بالاستراتيجيه يعني الحقيقه في تخطيط طول عمر الاتحاد كره اليد بيخطط للمستقبل. انا الحقيقه كمان مجلس الاداره اللي كان معايا الله يرحمه بقى احمد كمال حافظ وخالد ديوان وفي ناس من اللي موجوده دلوقتي زي هشام نصر ومصطفى شوقي ومنى، الحقيقه كلهم يعني كانوا وكلام كردي، كل الناس دي اشتغلت لبعدينا مش للفتره اللي كنا فيها، والدليل ان احنا لما اشتغلنا خططنا ان احنا ناخد بطوله العالم 2021 في ظروف كانت صعبه جدا جدا. والحقيقه برضو عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه، دور الدوله ودور المهندس خالد عبد العزيز انه يجيب البطوله دي في مصر ويشارك الاتحاد في اقتناعه بالخطه العلميه اللي حطيناها على مراحل عده، سلمناها للي بعدينا اللي اجادوا الحقيقه يعني اجادوا التقييم وبانوا. الحقيقه احنا اذا كان لنا دور فاحنا الدور ورثناه عن اساتذتنا وسلمناه للي بعدنا الحمد لله. انا يعني الحقيقه لان الرياضه احيانا ما بتكونش عادله قوي في حاجه ان الناس تخطط وما تحضرش لحظه انها تجني ثمار هذا التخطيط، لكن من المنصف ان نتذكرها وان ننسب لها الفضل
لان الحقيقه مؤكد ان النجاح لم يكن نجاحا عشوائيا ولكن نتيجه عمل مؤسسي وخطه متواصله. بالتاكيد لازم يشكر الاتحاد الحالي انه استمر على النهج ده، وهنيجي برضو ان احنا نحاول نشوفهم. لكن هل مشروع العمالقه استمر يا دكتور ولا تعثر ولا رجع تاني؟ والله يا فندم انا لغايه ما سبت الاتحاد واعتقد لغايه دلوقتي ده مشروع قوي جدا بيخرج ناس كتير بتنتمي للمنتخبات ومن الانديه. يعني في ناس بتقول لك المشاريع دي بتخرج للمنتخبات عدد قليل، اه بس هي بتخرج للانديه عدد كبير برضه، بيزود الاحتكاكات الداخليه اللي بيرفع مستوى الدوري، اللي بيرفع مستوى التنافس، اللي في الاخر بيعود بالانتقاء السليم على المنتخبات الوطنيه. طيب طبعا المشروع العمالقه عمل مدى كبير جدا للفرق القوميه في مختلف المراحل السنيه، وخصوصا لما نزلنا بالمشروع للسن الصغير اعتقد ان في عدد كبير فعلا انضم، وواضح في عمليه الاختيار الاجسام والسياسات اللي عملناها سواء في العمالقه او في اختيار المنتخبات سياسات جسميه او سياسات فسيولوجيه. يعني كان في قياسات فنيه بيتم الاختيار على اساسها عشان تشوفوا هتناسب اللعبه دي، هتناسب الشخص ده والشخص ده هيناسب اللعبه دي ويستمر ولا مش عايز كلام. كل حاجه كانت مبنيه بطريقه علميه وتطبيقيه. احنا جمعنا يعني كان معانا الاستاذ الدكتور عبد الناصر السويفي تولى الاستاذ فيسيولوجي تولى سياسات الفسيولوجيه. يعني الحقيقه كان كل المنظومه ماشيه بطريقه فيها نوع من التعاون والتآخي، خلي بالك، وكله بغرض مصر فقط، غرض مصر فقط. والدليل على كده ان بعد 25 سنه الدليل على كده يا دكتور الناس مش حافظه اسامي الناس دي، طبعا غايب اللائحه علشان تدور السلطه واستمراريه تجديد الدم، وبالتالي يعني بنسلم العصايه باللي بعدينا واللي بعدينا بنسلم للي بعدينا. الحقيقه انا مبسوط ان حضرتك ذكرت اسم الكابتن علاء السيد، لان انا ارى ان الكابتن علاء السيد هو كلمه السر في الوقت الحالي بخبراته ورؤيته، والقناه كانت مستضيفاه في الفقره اللي قبلنا على طول مع الكابتن خالد العوضي، واتيح لي ان انا اتابع جزء من كلامه. لا ده 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 كلام علمي وموضوعي ومطمئن جدا ان الناس شغاله بالطريقه دي. الحمد لله الحقيقه البركه في اسره كره اليد كلها من جبان، ورثنا من ناس اساتذه عظام، وسلمنا لناس ماشيه بنفس الوتيره احسن كمان، عمل التقييم اللي فات مع واحد ضعف غلطيه وعدلت، فالحمد لله. طيب دكتور خالد، يمكن انجازنا الكبير قوي للشباب والناشئين على مستوى العالم، السؤال الطبيعي ازاي نقدر نحافظ على المستوى ده على للكبار؟ ازاي هنقدر ننقل المرحلة السنية دي للمستوى الفريق الأول ونحافظ على التفوق؟ والله أنا رأيي الشخصي يعني أرجو إن أنا مؤمن إيمان تام، مهما حد اختلف معايا، المدرب الوطني والمصري هو القادر على خلق كل المعجزات اللي أنتم شايفينها، الشغل ده كله محدش يفهمني غير إن هو معمول مصري 100%. واللي يفهم نفسيه اللاعب المصري والخبرات بتاعت المدربين اللي موجودين في المجلس اللي فات والمجلس ده، خبرات لاعبين وصلوا لاعلى مستويات عالميه وحولوا طاقتهم الى عمليه تدريبيه وثقلوا نفسهم بالدراسات، وبالتالي هم قادرين على انهم يطوعوا نفسهم بحيث انهم يستمروا مع الولاد دول. لما تاخد المسؤولين والشباب واللي موجود في الدرجه الاولى في الاخر يبقى عندك ال 60 لعيب عايز تختار 20، اعتقد ان انت ممكن تحافظ عليه، لكن دور الدوله لا غنى عنه، ما حدش في لعبه زي كره اليد او الالعاب الجماعيه غير كره القدم يستطيع انه يوصل للعالميه بدون دعم الدوله. يعني انا قلت لحضرتك المهندس خالد عبد العزيز وفاكر ان انا كنت فيها، يعني كان له دور كبير قوي في انجاح
الاتحاد المصري وفي بطولة افريقيا 16، لان الدولة بامكانياتها المعسكرات والسفر وتذاكر السفر الغالية والاحتكاك اللي في اوروبا لا غنى عنه اذا اردنا ان احنا نتقدم. اخر سؤال يا دكتور، لان الحقيقة كان اثير ابتدى الكلام وده اللي كنت بقول اب الفشل واباء النجاح، هل الأندية وأولياء الأمور ليها دور ولا المسألة إن الإعداد كان العبء الأكبر على المنتخبات وخدت اللعيبة دي يعني تقريبا صنعتها من الألف للياء؟ حقيقة يا فندم المنظومة متكاملة، بدون الأندية مفيش رياضة. ويمكن برضه عايز أنوه إن إحنا من النجاحات اللي عملناها إن إحنا زودنا عدد الجمعيه العموميه وصل ل 100 وشويه، لان كل ما بتزود القاعده كل ما بتزيد الممارسه، حتى لو في ناس ادعت ان في انديه ضعيفه، لكن مش معنى كده ان احنا بنبعد. فدور الانديه، الجمعيه العموميه، مدربين الانديه، واولياء الامور اللي بيتكبدوا ان هو يغذي وينقل ويقعد في التدريب ويستحمل ان احنا نقول لهم ما تحتاجوش التدريب خلاص خليكم بره. يعني الحقيقه تبعتيه منظومه متكامله. انا الحقيقه يعني معلش اقول انا منحاز لجو كره اليد، لان الانديه كلها، المدربين كلها، المدربين كلها، اولياء الامور كلهم هدفهم واحد وهو حب مصر، والنتيجه جت. يعني مش كلام انشا، لكن دي نتيجه السنين الطويله قوي اللي فاتت اللي توصل من 85 للنهارده، مش لإحنا ولا اللي قبلنا، وكل مجالس الادارات اللي فاتت اللي ادت ما هو عليها، بما فيهم الاستاذ هادي فهمي. يعني كلنا عملنا اللي علينا الحمد لله. ألف مبروك لكل أسرة كرة اليد المصرية هذا الإنجاز العالمي الكبير. دكتور خالد حمودة، شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا بك يا فندم، كتر خير. شكرا. هو أنا كنت حريص أسأل السؤال ده، لأن امبارح سمعت وأنا بتابع البرامج إن لا، ده الفضل الأكبر للاتحاد، ومن ثم من حق الاتحاد هو اللي يحتكر تحركات اللاعبين، ده يروح فين وده يحترف فين وده يحترف ولا لا وده يعمل إيه وده يعمل إيه، في حين الأندية اللي طلع منها اللعيبة دي تقريبا بيسلب منها هذا الحق الحق، وبعضهم جاي لهم مبالغ يعني ممكن تكون تساعدهم في ممارسه رساله استمرار رساله، لكن ده خليه بعدين، مش هنثير هذا الامر دلوقتي. ويا ريت يعني يجيبوا لنا حد برضه يمثل تجربه في الانديه زي الاستاذ الكابتن محمد الالفي شيخ المدربين، اكبرهم سيدنا دلوقتي وهو كان كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي وهو صحيح. مدرب نادي اليوبلس دلوقتي، يا ريت يتصل عنده عدد من اللعيبه الحقيقه. لكن انا يعني كنت هقول ايه، وبرضه يا ريت يجيبوا لنا الاستاذ هشام نصر رئيس الاتحاد، نبارك له لو عرف يجيبوه. طيب، المنتخب كان مشواره في الجوله الاولى فاز على السويد 32-29، في الجوله الثانيه خسر قدام فرنسا، دي المباراه الوحيده اللي خسرها 24-28، في الجوله الثالثه الفوز على الصين تايبيه بنتيجه 36-25، في الجوله الرابعه فاز على كندا 47-20، وفي الجولة الخامسة والأخيرة فاز على المجر 31-24. راح دور 16 لقى في طريقه سلوفينيا، مباراة صعبة جدا لكنه فاز أبطال مصر 30-23. راحوا دور الثمانية قابلوا أيسلندا، مباراة كانت فيها ندية عالية جدا انتهت بفوز أبطال مصر 35-31. راحوا المباراة الدور قبل النهائي، الكل تخوف من البرتغال لأنها كانت طلعت فرنسا، وإذا بأبطال مصر يفوزوا على البرتغال 41-36، ثم يقهروا الألمان في النهائي ويرجعوا لنا بكأس مصر، وبالعكس كمان ياخدوا كل جوائز التفوق الفردية. عبد الرحمن حميد أفضل حارس مرمى، حسن وليد هداف البطولة وأفضل ظهير أيسر، وأحمد هشام السيد جائزة أفضل لاعب. أحمد هشام السيد ده يبقى عمه علاء السيد اللي أنا قلت لك ده مفتاح السر. حميد ابن النادي الأهلي، وعلى فكره احمد هشام السيد من نادي اليوبلس، وبما انه من نادي اليوبلس وحسن وليد من نادي الشمس، في تنوع في الاختيار والمواهب
موجودة في أندية ما تتوقعهاش. لكن قبل ما أكلم الإعداد بيدلعك النهاردة، يعني مجرد ما طلبت الكابتن محمد الألفي جابه لك على طول. الألفي أصله بعتبره أخويا، لا ابني. من يوم ما التقطته من نادي هليوبوليس وجبته النادي الأهلي، ومسيرته بعد كده ككابتن نادي الأهلي وكابتن مصر ثم مدرب النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر، والآن يحقق نجاح هائل وخاض تجربة مع نادي هليوبوليس. طيب كابتن محمد الألفي مساء الخير. أنا كان نفسي بس أمهد لحاجة، لكن خلاص نأجلها لبعد ما نستمتع بابننا كابتن محمد الألفي وتجربته الرائعة مع نادي هليوبوليس. كيف ترى نجاح المنتخب وكيف ترى كرة اليد، يعني ثالث العالم ثم بطل العالم، والمفارقة إن في ثالث العالم نخسر من فرنسا، نكسب فرنسا الأول بعدين نخسر منها في المراحل الحاسمة، ويحدث العكس في نفوز ببطولة العالم بعد أن خسرنا من فرنسا في المجموعات ثم ننتصر ونكمل المشوار. احكي لي بقى بسرعة كده. العجزي. اتفضل. الو. اتفضل يا كابتن، سمعتني؟ أيوة يا كابتن العجزي طبعا. طيب قول لي بقى رأيك كيف هذا الانتصار وتجربتك الشخصية مع نادي هليوبوليس. أنت كان ليك كام لاعب في المنتخب؟ كنت مع جمال شمس لما كسبنا كأس العالم هنا في مصر، أنا كنت المدرب العام. وأنت كنت معاه؟ صح؟ الله يرحمه. وانا استمريت لغايه 2001 لما طلعنا الرابع على العالم. فانت معاصر كل الناس دي طبعا. خلي بالك المواليد 98 برضه انا عندي ثلاثه لعيبه زي دودو كانوا في الـ في الـ في, الـ في البطوله اللي فاتت في اسبانيا اللي هم طلعوا الثالث على العالم. وعندي طبعا دودو وعمر الجيار في المنتخب اللي هو مواليد 2000. وقبل كده كان عندي سند وعندي يحيى الدرع مع مواليد الزمالك. يحيى الدرع اللي راح نادي الزمالك بعد ما امضى فتره في النادي الاهلي لكن معار، وبعدين انتقل الى نادي الزمالك. وهو هذا كان في اثنين ثلاثه لعيبه مشوا من عندي راحوا الزمالك، فهم راحوا اكنهم زي اصحابي يعني، كانوا كلهم في الجامعه الامريكيه. لكن انا اعرف ان انتقل خمس لعيبه لنادي الزمالك. دكتور حسن كان المنتخب بيتمرن 10 اشهر في السنه وشهرين بس بيروح الانديه. الايام دي لا، الايام دي من ايام الدكتور خالد حموده، احنا اللعيبه بيقعدوا في الانديه 10 اشهر بيروحوا المنتخب شهرين بس. يعني دور الحقيقه والمدربين بتوعها عاملين شغل كويس قوي. لكن من جوه من ضمن الحاجات الكويسه في الاتحادات اللي جاي اللي فاتت واللي جت، ان في دوري كويس جدا وعملوا المرتبط سنين اللي هو الشباب والناشئين. فرقتين مرتبط؟ ايوه في عندنا اثنين مرتبط اللي هو مواليد 98 وكان مواليد 2000، والسنه الجايه هيبقى 2000 و2002 وقبليها كان 96 و98. فطبعا انت بتقدر تطلع لعيبه مثلا بيبقوا على الاقل عندك 60 لعيب بيبقى فيه عليهم سبوت ان هم كويسين عشان يجيبوا نقط كويسه للفرقه. طبعا احنا كسبنا الكاس مرتين وطلعنا ثالث الدوري واحنا خامس الدوري اللي هي الـ حاليا الدوري اللي فات. حضرتك اللعيبه اللي هم بيلعبوا كانوا في مواليد 98 ومعاهم دودو، دول خط الظهر بتاعي. دودو ده اللي هو احمد هشام احسن لاعب في البطوله. احمد هشام السيد، ما هو دودو. ايوه ما انا مولود في نادي اليوبي. طول عمرك تدلع اللعيبه ماشي. لا هو اسمه كده. طيب هو عندي سيف درع، يعني يا سيف درع يبقى دودو مثلا ارجل من دودو، لا الاثنين زي بعض. عندي اسمه ايه دوت خالد وليد، وعندي محسن رمضان، وعندي يعني سيف درع ده اخو يحيى الدرع. ها نعم سيف درع اخو يحيى الدرع. سيف الدرع الصغير مواليد 98، يحيى مواليد 95. كابتن التواصل دوت معمول في الانديه لان الدوري بقى جامد، لان الانديه بقت في عدد انديه كتير بتلعب دوري، يعني مثلا اهلي وزمالك، وبعدين في سموحه وسبورتنج وهليوبوليس، وفي طلاع الجيش وفي الشرطه كانت وبعدين الشرطه قفلت. والمقاولين برضو كان برضو بينافس وبرضو قفل. فالانديه دي راح اللعيبه بتاعت الانديه دي راحت انديه ثانيه دعم لها قوه زي الاولمبي مثلا. يعني حضرتك ايه
الفرشه بتاعت المدربين واللعيبه والانديه هي اللي عملت الانديه. حضرتك لما تدور على لعيبه منتخب مواليد 72 اللي كسبوا كاس العالم 93 تلاقيهم هم اللي بيدربوا الانديه دلوقتي. يعني شريف المرسي في الاولمبي، شريف الجيوشي في نادي البنك الاهلي. طبعا كان مروان رجب مواليد 74 كان في ده كان مدرب المنتخب. هو كان معايا مساعد وراح المنتخب مع الدكتور خالد حموده. ما انا قلت عليك شيخ المدربين بقى. ما كان عندي في اليوبلس مجدي ابو المجد، كان عندي في اليوبلس طارق محروس، كان عندي في اليوبلس. كل دول حضرتك طالعين من عندنا يعني. انا بدور على لعيبه. كابتن الفي، كابتن الفي، انا يعني كان اهم حاجه عندي ان الناس تعرف الجنود اللي ورا نهضه كره اليد عبر السنوات الماضيه الى الان، لان مفيش نجاح بيبقى عشوائي او بالصدفه. النجاح العشوائي ده ما بيتكررش، لكن مفيش نجاح عشوائي يا كابتن عدلي. انت عارف حضرتك من 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 ايام الدكتور حسن، يعني هو بدا سنه 84 طلع مدربين، وبعدين زي ما حضرتك قلت عمل لجان وطلع مدربين وبعتنا بره نتعلم بره. بعتنا بره في لايبزيج، وانا رحت البرتغال، و وطارق محروس راح لايبزيج، وعاصم السحداني راح المجر. يعني حضرتك هو الحقيقه علمنا كويس، ولما اتعلمنا كويس كان في مدربين جايبهم اسماء عالميه. يعني انا ضد المدرب الاجنبي، لو جه مدرب اجنبي ضعيف، لكن حضرتك مثلا تيدمان وزوران دول علمونا حاجات كتير قوي، ولما اتعلمنا منهم. وكان بيشتغل معايا علاء السيد، يعني انا وزوران وعلاء السيد، وكان ياسر الرملي من النادي الاهلي، وبرضه مع جمال شمس انا وجمال شمس وياسر الرملي، واشتغلت مع يعني حضرتك اشتغلنا مع واحد اسمه كلايت ده من كرواتيا. ايوه بطوله العالم. علمونا حاجات احنا ارتناها. نرجو ان يستمر هذا الامر يا كابتن الفي، وبنشكرك جدا. نرجو ان يستمر هذا الامر وهذا النجاح، وبنشكرك جدا ونتمنى لك. بس يا كابتن عادل انا بقيت كبير دلوقتي يا سيدي. انت كبير في المقام، وانت شيخ المدربين. انت اللي دورت عليا انت ولا ايه؟ ايوه. متشكرين يا كابتن الفي، والف مبروك يا حبيبي. الحقيقه فرشه الانديه زي ما هو بيقول انا كنت حريص. يعني في اربعه اهلي، في ثلاثة زمالك، في ثلاثة جيش، في اثنين شمس، في اثنين هليوبلس، في لاعب من سبورتنج. خمسة أهلي. خمسة أهلي؟ وفي واحد سموحة، واحد سبورتنج وواحد سموحة. بص هقول لك حاجة، أنا ليه جبت الكلام ده كله؟ والله العظيم عشان أفهم اتحاد كرة القدم. ها؟ إن دي أسرة واحدة شغالة. مش أسرة، أهم حاجة المطبخ الفني اللي مش موجود في اتحاد الكرة، والذي لا يحترم قراره، والذي ليس له دور، وبيجيبوا الناس لمجرد إن عندنا فلان. ولما جه الكابتن الجوهري يخطط فنيا ما تسمعلوش كلام، ولما جه الكابتن فاروق جعفر يخطط فنيا ما تسمعلوش كلام، واصبح الان الدكتور محمود سعد وكانه موظف في الاتحاد لا يسمع كلامه الفني. فاذا كنت عايز تنهض نهضه حقيقيه لازم يبقى فيه مطبخ فني قوي. انا كنت متعمد ان انا اطول في الاتجاه ده يا استاذ ابراهيم، عشان اوري ان النجاح هو يبقى له اب واحد لما يبقى فيه عشوائيه في النجاح، لكن لما تبقى بتخطط لا يا حبيبي. الحقيقه كمان من اللقطات المضيئه جدا في البطوله في المباراه النهائيه، بعثه نيجيريا لعبتها وهي في المدرج متحمسين جدا مع لعيبه مصر، ماسكين علم مصر، بيشجعوا بحماس شديد جدا، كانوا يستحقوا عليها كل التحيه الحقيقه. ده اللي يخلينا دايما وابدا في المنافسات الافريقيه، افريقيا دوله او قاره واحده، كل الشعوب الافريقيه على قلب رجل واحد، شايفين حماسهم مع كل هدف ومع كل فرصة. كنت بتلاقيهم دايما متحمسين جدا وعايشين الجيم على أعصابهم. لا امبارح بيقول لك حتى البرازيل حتى البرتغال، يعني الفريق اكتسب شعبية جامدة وخد تعاطف قوي. يعني هذا الاحترام هو ده اللي بتسعى ليه الرياضة. الرياضة عندما العب باحترام واحظى بالاحترام تبقى حققت الهدف من الرياضة، وده الهدف الكبير اللي تحقق. ألف ألف مبروك للكابتن هشام نصر وأسرة الاتحاد المصري لكرة اليد، ولكل أبناء أسرة كرة اليد، لأن الحقيقة مؤكد أن هذا الإنجاز الكبير المزدوج للشباب ثم الناشئين على مستوى أروع لم يتحقق من فراغ، كان نتاج علم كبير جدا، وكان باستمرار أو استمرار لجهود كبيرة بذلت في السنوات السابقة. نرجع للربط السريع. أيوه. ما علاقة بنجاح كرة اليد
بكرة القدم. العلاقة وثيقة جدا. نحن الآن على أعتاب تغيير حقيقي وبنسعى إلى تغيير حقيقي في مناخ كرة القدم بعد استقالة الاتحاد السابق، وفي لجنة في إدارة مؤقتة، ويقال إن هيبقى في لجنة. يجب اختيار هذه اللجنة بالمعايير اللي بتكلم أنا عليها، المعايير الفنية، تاريخ كل واحد إيه، عطاؤه إيه، نجاحاته إيه، سيرته الشخصية إيه، علاقاته عاملة إزاي، يستطيع أن يقود ولا ما يستطيعش. إنما لو رحنا جبنا ناس بالمعرفة الشخصية والثقة الشخصية قد نقود الكرة إلى نفس المسار القديم. احنا شفنا ان في اتنين تلاتة، الدكتور خالد حمودة، المدربين اللي راحوا تأهلوا برا ورجعوا يسروا الكرة المصرية، وكل واحد بياخد واحد في ايده. يعني مجد ابو المجد واخد في ايده حسين زكي، طارق محروس واخد في ايده الفخراني، بيقدموا اجيال جديدة. بس دول اصلا اتأهلوا ازاي؟ العمل الفني، علاء السيد، الدكتور خالد حمودة، الدكتور عبد الفتاح، ناس فنيين يستمع اليهم. يجب ان احنا نجيب، وانا قلت اتمنى ان يكون رئيس اللجنه، اذا كان هيكون في لجنه، ان يكون رجل دوله يجيد التخطيط، مش ضروري يكون فني قوي في كره القدم بقدر ما يكون في اداره الـ 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 الاشخاص واداره الاهداف. رجل دوله يستطيع ان يقود مجموعه، ولازم يكون اما يقعد كده في الترابيزه الناس تسمع له وتختشي منه، ما يعملوش بقى شغل انتماءات وشغل أندية، لا، عايزين حد مجرد يشتغل هذا العمل. ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في انتظار خطاب قد يصل خلال أيام قليلة، ربما بكرة بعده، يقال إن هو خلال ساعات هيصل خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتماد لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. وفد الفيفا قابل في الفترة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة بشكل غير معلن مجموعة من الشخصيات، المهندس ماجد نجاتي والأستاذ عمرو الجنايني والكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق. دي الأسماء اللي قابلتها هذه اللجنة من الاتحاد الدولي. وهو أنا عايز أسألك سؤال بقى، تعال نشوف يعني لجنه الاتحاد الدولي، ما هي مش مالهاش دعوه بالاسماء. هي تاخد المبدا، عايز تعمل لجنه من خمسه اختار الناس اللي تقدر تقودك، انما تروح تقابل اسماء وبعدين انت تيجي تفتكر اسم يقدر يضيف للجنه دي، ما تقدرش تحطه عشان ما قابلش اللجنه بتاعت الاتحاد الدولي. مش فاهم المنهج ده. يعني انا مش الوضع بالطريقه دي. نرجع تاني، يا ريت نحط معايير عشان نعرف هنعمل ايه الفتره الجايه. إذن ده في انتظار وصول خطاب الفيفا، لكن مذبحة العدالة بين الإرادة والصدفة أو بين الصدفة والإرادة، كلام مهم جدا في الموضوع بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. من إنجاز كرة اليد وتسلم الأيادي يا أبطال إلى ما حدث هذا الأسبوع، الحقيقة بطل الدوري حين يخرج من دور 16 لكأس مصر، فالمسألة مؤكد مهمة. والأهلي حينما يتلقى الخسارة الثالثة على التوالي من فريق واحد زي بيراميدز، مؤكد أن المسألة أيضا ذات أهمية. وعندما يوجه الأهلي الشكر إلى مدربه الأوروغوياني مارتن لاسارتي، فمؤكد أنه في كلام كتير لازم يتقال. شكرا لاسارتي، ولكن ليه؟ والله لاسارتي كنت يعني في لخبطه في تقييمه، هل من العدل تقييمه على النتائج ولا تقييمه على الاهداف ولا على الاداء ولا على التطوير ولا على الدعم؟ اللي حسم بالنسبه لي انا على الاقل يعني الكلام ده كله، أنا كنت يعني مش مرتاح قوي لخطوة إن أنا أغير مدربي في بداية الموسم كده، وكل 16 يبقى فيه مدرب. إنما لما شفته في المؤتمر يا أستاذ إبراهيم الصحفي، أنا اتخضيت. أنا عندي قناعة أن الشخصية تسبق الناحية الفنية والعلمية. ليه؟ العلم مكتوب. أنا ممكن أبقى راجل كوتش وعندي قدر كبير من الوعي، بس شخصية قوية، ممكن أجيب مدرب أحمال، ممكن أجيب مدرب عام،
سهل يعني يغطوا لي اذا كان عندي نواقص في التدريب، سهل قوي، مش مطلوب منهم اكتر من كده. جايب لي بني ادم لائق بدنيا ولائق، وانا مسؤول عن لياقته النفسيه واداره المجموعه، اداره المجموعه اداره المباريات. انا شفت قدامي شخص منهار اسير فكره واحده انه كسب الدوري. سمعوني، مين اللي بطل الدوري يا عم؟ خلصت، ده احنا في النادي الاهلي تاني يوم الصبح بنقول اقفل الصفحه. الناس بتكلمك في حاجه والناس متضايقه والناس عايزه تسمع منك ما يطمئنها. عندنا فريق كويس اليوم، ما كانش يومنا، لينا اتحجج، مش اتحجج، قول الحقيقه، لينا ضربات جزاء كانت كفيله انها احنا اول كره يا استاذ ابراهيم، اول كره تروح علينا في المباراه جت جول. اول كره، وبعديها بعشر دقايق حصل الطرد، الطرد من بعديها ما شفناش حاجه. حاله انهيار، رغم ان احنا ضيعنا فرصتين من كرات ثابته عن طريق ازارو، والله لعب واحده منهم هايل يعني، اللي هو انقاذ الموسم بتاع المهدي سليمان. انما في الاخر انت خسرت وطلعت، واحنا قلنا ان دي عندما ياتي النهائي في دور ال 16. ايوه. مباراه قويه. ويعني اللي فاز هو مرشح انه يكمل حتى النهائي. فانت يعني ان يضيق صدرك بمراره الناس اللي موجوعه بتنتقد وبتعبر عن جماهير عريضه موجوعه ومتضايقه وملهاش دعوه. هو اما بتفوق بشويه بتبتدي تبص بقى النواحي الفنيه وضربات الجزاء والعداله واللي حصل واللي هنناقشه يعني. انما وقتها كان يجب تتحمل الناس وبشجاعه المدربين الكبار تقول انا مسؤول. الله، هو انت تحط لنا تشكيل وكان تفسيرنا ان التشكيل ده انت بتجهزه عشان يلعب المباراه دي، فتروح مطلع جيرالدو بره التشكيل خالص. ايه المفاجاه دي؟ وبعدين تروح منزل قفشه. طب انت ما نزلتش قفشه في المباراه اللي فاتت عشان يندمج، تدخلوا الفرقه. انما تروح مجربه وتظلمه في هذه المباراه، وده الخوف اللي انا كنت متخوف انه تحت الضغوط يعمل كده عشان يراضي الجماهير. طيب، الحقيقه هو يعني كان لازما لاسارتي يمشي دلوقتي ولا كان ممكن يكمل؟ وليه ما مشيش من قبل كده؟ ودي كلها تساؤلات سمعتها كتير واتبعتت لي كتير. لكن خلينا نبص للتواريخ، لانه لو حطينا في الاعتبار فكره انه التقييم في نهايه الموسم، يبقى لازم نعرف انه الموسم انتهى فعليا بمباراه الكاس. قبل كده الموسم ما انتهاش، الموسم ممتد. ناس كتيره سالت طب ما كان عندك 45 يوم اثناء كاس الامم الافريقيه، لو تقييم لسارتي واضح جدا انه ما ينفعش يكمل لموسم جديد كان يمشي بدري. ده كلام منطقي، لكن الاكثر منطقيه فيه انه كان في ماتشين معلقين لبطوله الدوري، ماتش المقاولين وماتش الزمالك. انهي مدرب هيجي يبقى مسؤول عن مباراتين في اسبوع الفضل والبواقي يحسموا بطوله دوري كامل؟ المدرب اللي انت هتمشيه هو المسؤول عنها. فكان الكلام المنطقي جدا، وما كانش فيه عدل جايبك من ورا يعني بالظبط. كان الكلام المنطقي جدا فنيا انه يكمل مشواره، يكمل بطولته اللي زي ما المهندس عدلي قال جه فيها من ورا قوي ومن ورا بعيد الى ان تصدر، كان حتما لازم أن يكمل الدوري. طب هل كان حد مسؤول؟ الاهلي كان مسؤول على انه الاهلي يلعب مع الزمالك في ختام الدوري يوم 28/7. الدوري خلص 28/7، فيبقى الاهلي عنده بعد 10 ايام 9/8 مباراه في افريقيا. مين يقدر يقول هتجيب مدرب اجنبي قبل مباراه في افريقيا 9 ايام؟ حتى لو كانت المباراه ما هيطلع بره ولا ادخل جوه، مش دي الفكره. الفكره ان عندك ارتباط وعندك كاس مصر كمان، فالطبيعي جدا انت بتتعامل مش بالقطعه، انت ثوابتك الاداريه دايما التقييم نهايه الموسم. في نهايه الموسم، نهايه الموسم كان الا اذا في بيرمت. الا اذا في موضوع او مباراه الكاس، الا اذا في موضوع كبير الا اذا حدث مع كارتيرون كده بالظبط، حدث طارئ شديد جدا. خرجت من 3 بطولات في 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 شهر. عايز اقول لك مره انا سالت الكابتن صالح الله يرحمه في ذات الظروف ديت على فكره، وكتبت ده في حوار،
ايه التقييم اللي في نهايه الموسم؟ قلت له يا كابتن يعني ده مبدا في باطن الرحمه وظاهر العذاب، لانه او ظاهر الرحمه وباطن العذاب، انت بتتكلم على ان انت بتتدخل في نهايه الموسم وبتقيم في نهايه الموسم، بينما الجمهور طوال الموسم يعني بيحترق من نتائج. قال لي هو مفيش حاجه ثابته، لكن قال حتى تمثيل كده او تشبيه واقعي جدا. قال لي لو جيت اقول لك تعال نروح اسكندريه وقلت لك سوق انت، وفضلت انا طول الوقت راكب جنبك اقول لك خد يمين خد شمال ادي اشاره خد مطب، قال لي لو انا اللي متدخل وبقيمك لقطه بلقطه لما هتعمل حادثه هتلومني انا وتكون معاك حق، لكن لما تسيبني او اسيبك وتابعك وتفضل انت خدت مطب، طب اتعلمت منه ازاي؟ انت غلطت غلطه ومن الطبيعي انك تغلط، استفدت منها ازاي؟ لغايه لما نوصل اقيم المساله هتنفع تسوق وانت راجع ولا لا؟ انما امتى ممكن اتدخل واشد فرامل اليد؟ لما الاقيك هتوديني في داهيه. هنا لازم والله مثل كويس جدا. وده شوف بقى انت سالت سؤال هو كان ينفع دلوقتي؟ بقول لك كان لازم دلوقتي. ليه؟ نرجع للمؤتمر الصحفي. انت راجل مدرب جيت تمتعت بكل ما لم يتمتع به سابقك. ايوه. تمتعت بدعم حقيقي في كل المراكز تقريبا. ايوه. وكملت الدعم. فلما تيجي أسوأ مدرب هو ذلك الذي يلوم الاخرين على فشله. هفرجك على المؤتمر عشان اسالك سؤال. عشان هتكتشفه وانت قاعد كده. لو انا يعني انا حسيت طيب ان ده هفرجك. لازم قبل ما 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 ما, ما, ما يروح يكون قالوا له شكراً. هفرجك على المؤتمر عشان اسالك بعد منه السؤال الصريح، هل كان لصارت ضحيه هذا المؤتمر ولا لا؟ نشوف. ايكونوميكا تابين في جانب طبعا في كلامك هو جانب مادي يعني. No se puede traer por traer. مش فكره ان احنا نجيب لاعب وخلاص يعني. Si a nosotros pedimos jugadores que fueran mejores. احنا طلبنا لاعبين يكونوا de los que tenemos احسن de los que tenemos. يعملوا فرق يعني في الفريق ويكونوا احسن من المتواجدين. Y ese jugador no lo conseguimos. واللي انت بتقوله ده احنا ما قدرناش نحصل عليه. Cuando uno gana لما واحد بيكسب está todo bien. بيكون كله كويس. Y cuando uno pierde ولما واحد بيخسر no hay simpatía con los jugadores como dijo él. بيكون ما فيش انسجام مع اللاعبين. El fútbol es así. الكرة هي كده، لما تكون كسبان بيبقى ليك رأي، ولما تكون خسران بتطلع طبعا انتقادات. هو بيقول لما يكون الواحد فائز مركز الهجوم في مركز الهجوم احنا طلبنا في مركز الهجوم، لكن بيكون في عامل مادي طبعا بيتحكم في الموضوع، مش مجرد ان انا بطلب وخلاص. فده اللي هو قاله يعني احنا كنا طالبين لاعبين يعملوا فرق في الفريق. احنا ما تواجدش اللاعب ده احنا نقدر نجيبه عشان يعمل فرق في منطقه الهجوم. ده اللي هو قاله. ما لقيناش ده. يعني هو طلب في مراكز معينه، جات المراكز المعينه دي في مركز الهجوم طلبنا، لكن ما تواجدش لاعب يقدر يعمل فرق معانا ويكون احسن من المتواجد معانا. مندهش جدا من الاجابه دي. اول مره اشوف مدرب بيطعن في ده. هو خارج من المدرب المفروض يقدم استقالته. ليه؟ لانه طعن في فرقته، طعن في كفاءتها. قال ان انا ما عنديش لعيبه تقدر تشيل المسؤوليه، كنت عايز لعيبه احسن منها. ازاي هتنزل تمرنهم تاني يوم ولا هو بس شغل لقمه عشان تاخد الشرط الجزائي؟ يعني انت اعلنت انك سحبت. اول مره اشوفها مدرب يسحب الثقه من الفريق ومن الاداره. الإدارة اللي بيقول لك مسألة فلوس، مش تجيب لي لعيبة وبس. فلوس ده الماركاتو الأغلى في تاريخ الأندية المصرية الأهلي عمله. الأهلي عمله وعمله مرتين في يعني الشتاء ودلوقتي. وبعدين يجي يقول لك ما جابليش اللي أنا عايزه. هو أنت لعبت حد من اللي جه عشان تقول لي ما جابليش اللي أنا عايزه؟ ده اللي أنت عايزه يعني أنت طلعت واحد من نجوم صفقات الشتاء اللي احنا بنقول يعني ناجح بكل المقاييس، حمدي فتحي.
طلعته ولعب حد من الصفقات الجديده، فتحت نص الملعب خالص. يعني اذا كنت انت عملت كده طلعت اللاعب الاهم اللي كان موجود، سيبك منه فتح الملعب ومش فتح، انما ثقتك انك تنزل مجدي قفشه مكان حمدي يبقى انت عارف ان ده لعيب يحدث فارق، والا نزلته ليه؟ كنت سبت بقى اللعيب القديم. اذا هو صفقه في تناقض، هو تشعر انه فقد الكنترول وفقد صوابه، وعايز يقول للناس انا كسبت الدوري ما تطلبوش مني حاجه تاني. قالها سمعوني كده، مين بطل الدوري؟ يقول له لا، قول لي مين بطل الدوري. ايه اللي مين بطل الدوري؟ يعني ايه مين بطل الدوري؟ بطل الدوري النادي الاهلي اللي خده 41 مره. انت ما جيتليش اللي واخده السنه اللي فاتت، اللي عمل صفقات وصرف له حوالي ربع مليون جنيه صفقات عشان يدعمك. طيب يعني جاي ببساطه شديده كده تتجرأ وتقول ما عملوليش وعملولي؟ لا، هو ما كانش ينفع يستمر خمس دقائق. ما كانش يستمر خمس دقائق؟ خمس دقائق يعني بعد المؤتمر ده. لا يمكن. لا يمكن واحد، انت قلت تعبير ظريف، هو سحب الثقه من اللعيبه والاداره. هو ما عايز اقول لهم يعني مش مكمل، جبت لكم الدوري انتوا عايزين مني ايه؟ يعني المفروض ان احنا بقى ايه، نكافئه، نطلعوا رحله على حساب النادي الاهلي الست اشهر الجايين دول للاحتفال والاستجمام من المشوار الصعب قوي اللي خاضه، لانه جاب لنا الدوري، فمش مطلوب منه حاجه، ويلا يا اولاد نلعب سوا. ها، على ما لاسارتي يستجم في البهاما ولا في المالديف ويرجع لنا بعد 16. ده انا ما شفتش مدرب كده في حياتي. طيب خلينا نقعد في مقاعد المتفرجين بقى. اللي كانوا منتقدين لاسارتي ويقول لك طب ما الجمهور انتقدنا لاسارتي كتير جدا وما كناش عايزينه يكمل، رايك ايه؟ رايي زي ما انت قلت كده، انا كان عندي التزامات مش عايز اغامر بيها. وهو كان يحقق لي الحد الادنى من النجاحات اللي كانت مطلوبه. يعني انت يعني جاي مدرس لاولادك، ما هو حتى لو انت حاسس انه مش احسن حاجه، انت داخل على الامتحان بس بداوا يجاوبوا وشعرت ان في تقدم حصل لهم. الاحسن اجيب لهم واحد جديد يبتدي من الصفر، ولا نكمل بقى ال 10 15 يوم دول؟ ما في ناس بتنتقد مشايان جروس قبل الثلاث ماتشات بتوع الدوري بالظبط بتوع الزمالك. ايوه، وبيعتبروه من اسباب ضياع الدوري. وقد يكون هذا وقد يكون لا، انا مش عايز اخش في ظروف غيري، ولكن هذا منطق. ايوه، هذا منطق اداري انه في حد مسؤول عن عمله يكمله عشان تقدر تقيمه حتى على الاقل من ناحيه منطقيه. هذا منطق اداره وفلسفه اداره. وانا لما بلعب ضد نادي بيراميد، هو نادي النتائج محتمله، وانا خسران واحد وهو يقول لك كسبك ثلاث مرات، في الثلاث مرات تعالوا شوفوهم، احنا هنجيبوا، تعالوا شوفوا كم ضربه جزاء النادي، تعالوا شوفوا لو الاهلي خد حقه كان يكسب الثلاث ماتشات ولا يخسرهم، بصرف النظر بقى عن تقييمنا للاداء ولاسارتي. وانا عدم قناعتي بلاسارتي تخليني ما ادورش على حقوقي؟ هو انت بتعاقبني عشان انا المدربي مش على مزاجك؟ الحق 22 مباراه في الدوري، فاز في 18 مباراه، خسر في مباراتين قدام بيراميدز، تعادل في مباراتين مع الزمالك والاسماعيلي، في كاس مصر لعب مباراه واحده في دور ال 16 وخسرها من بيراميدز، في دوري ابطال افريقيا قاد الاهلي في 8 مباريات، 4 خارج الارض و4 جوه، داخل الارض فاز في 4 مباريات، خارج الارض خسر في 3 مباريات وتعادل مره واحده، وسجل مع الاهلي في افريقيا 11 هدف واستقبل 8 اهداف. كان الملاحظ يمكن اللي باستمرار الناس علقت عليها انه خارج الارض كان مارتن لاسارتي يبدو مفتقد الشجاعه الكافيه، وكان الناس بتفسر انه الادوات غير جيده او غير كافيه له ان هو يقدر يهاجم بره. المؤتمر الصحفي فسر كل الامور. هذا الرجل لا يتحمل الضغوط، هذا الرجل لا يتحمل المسؤوليات لما يكون فيها حساب مباشر او دقيق. بيفقد اعصابه، بيفقد اتزانه، بيفقد رؤيته. انما هو عايز فرق مش بتاع بطولات، ممكن تشوف منه حاجه، لكن هو مع النادي الاهلي لا. المؤتمر ده اثبت، والله انا حتى شايف ملامح المترجم مش مرتاح للاجوبه، يعني حتى بخبراته يعني بيترجم يعني تشعر على مضض.
شو بيقول له؟ بيقول له سمعني 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 مين؟ لكن ايه يعني؟ بروح ساب المؤتمر وماشي. آه. وقبليها بيقول لك ما جابوليش اللعيبة، المسألة مسألة فلوس، فلوس ايه؟ سمعني. طب ما تقول لي مين اللعيب اللي انت كنت عايزه ما جاش؟ طب ما انا هسألك السؤال ده. مفيش. مين اللعيب اللي كان مفيش عايزه؟ ما كانش في كلامه عن فراودة خالص. 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 ده انا لاحظت كمان حاجة واستغربت لها. انت في مباراة مع بيراميدز المكسب فيها هدف اساسي باعتبار او اولا مباراة مهمة جدا في كاس مصر، الفوز فيها حتمي، التعادل لا يفيد، والهزيمة كان لازم أن تكون أكثر حرصا على تفاديها قياسا على ما سبق. وفاجأ في التشكيلة باشمهندس الفرويدين، والله كنت هقول مروان محسن وصلاح محسن اللي بيقول لك ما عنديش فراودة، يعني ما عنديش فراودة وعنده الفرويدين الدوليين الاثنين. فرويد منتخب الأول وفرويد المنتخب الأولمبي، والمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول برضه. وواحد عنده ظرف ربنا معاه بتاع والده بس بقاله اسبوع. ده في ناس بتيجي في نفس اليوم تاني يوم تلعب. لا صلاح محسن كان يعني ما طلبتش منه، لو انت حطه في حساباتك كان لو في نفس الوفاه في نفس اليوم كان لعيبه الراجل كان عمره ما يتاخر. صحيح. انت ما جبتوش، اهملته طويل. انما لو قلت لمروان يا مروان استنى 3 4 ايام وخد اجازه، احنا بعد كده طالعين اجازه، هيقول لك لا. ده تلاقي مروان نفسه استغرب انك وافقت له، في حين ان انت كان ممكن ياخد اجازه الجواز بتاعته بعد المباراه. ما انا بقول ثلاث ايام هياخد شهر برضه. بالظبط. انما انت جاي تقول تفقد الفرودين بمزاجك، يبقى انت راجل بتعاني من نقص الفراوده، ولا انت شايف ان عندك معناه ان عندك حلول؟ ما انت لما تدي الفرودين بتوعك يعني بره لسه لاعذار مختلفه وكنت تستطيع انك تحتفظ بيهم، تستطيع ان تحتفظ بيهم تاني، ها؟ يبقى معنى كده ان انت شايف ان فرقتك لا تعاني من اي نقص وعندك الحلول. انت ما ورتناش حلول. انت حتى جيرالدو اخرجته بره التشكيل. يعني انت جيت على القوه الضاربه بتاعتك اللي هو جيرالدو في كان قياسا على الربع ساعه والتلت ساعه اللي لعبها، ها؟ وكنا بندافع بنقول اهم حاجه ان هو لما عمل تغييرات كانت مؤثره. ايوه. وقلنا شوف ازاي الثلاث تغييرات لما نزلوا غيروا منظر اللعب، والشيخ جاب جون شكله ايه، وجيرالدو عمل كام فرصه وكان بيدافع ازاي، عمل حاجه جاب اجايه وشال حمدي فتحي ونزل قفشه. يعني هو معرفش دماغه قالت له ايه الربع ساعة اللي جاية دي نعمل ايه في الفرقة، ولا هو كانت مغامرة طائشة عسى تلطش معاه حاجة. مع هو واضح في المؤتمر ترجمة لمسيرة وشخصية هذا المدرب. الحقيقة قبل المباراة كنت بتفرج الكابتن او الدكتور طه اسماعيل مع كابتن شوبير، فالكابتن شوبير سأله سؤال استباقي، هل بحسابات كل النتائج يفوز الاهلي هتبقى المسألة قطعت شوط في المنافسة على الكاس كبطل للدوري، في حال الخسارة سألوا سؤال هل يمكن أن يرحل لسارة الليلة؟ فالدكتور طه أكد على حاجتين، الحاجة الأولانية اللي لازم الجمهور يبقى عارفها أنه الأهلي بيعمل وفقا لعمل مؤسسي، مفيش تقييم بالقطعة، فبالتالي أنت بتنتظر نهاية الموسم، نهاية الموسم مباراة الكاس كده الموسم بالنسبة لك محليا انتهى، تقدر تقيم المسألة. فقال انه لا قدر الله لو وقعت الهزيمة انت بتقيم مدى مسؤولية المدرب ودوره على الموسم كله، فانت مش هتقعد وتقيمه بكلام موضوعي، مش هتقعد وتقيمه الا بعد الكاس وحسب شكل الاداء وحسب شكل التعامل مع المباراة. ما انت ممكن تخسر بس تكون عملت مباراة كويسة جدا، ايوه هارد لك، تكون قدمت فيها ما يكفي ان انت لو كملت انت متعلم كويس قوي من الدروس اللي فاتت. وخلينا نكون صراحه برضو، نظام الكره في مصر ومسابقات الكره المصريه اي خواجه بيجي عايز وقت كافي عشان يقدر يهضمها كويس ويقدر يعرف تفاصيلها ويقدر يتعامل معاها، لانه وضعنا الاداري الحقيقه مش اي حد هيجي هينسجم فيه وهيقدر يصل لعقليه اللاعب المصري وطبيعه المسابقات المصريه بسهوله، فعايزه وقت باستمرار ودايما وابدا. ولا عقليه المخطط المصري. صحيح. مش اللاعب. ولو رجعنا
كل التجارب هنلاقي المدربين ان الاجانب الكبار اللي نجحوا مع النادي الاهلي الموسم الاول ليهم كان دايما وابدا اقل من المواسم التاليه. حتى مانويل جوزيه في اول موسم صحيح انه كسب الزمالك 6-1 وخد دوري ابطال افريقيا، بس خسر دوري وكاس. عمل مباراه تاريخيه مع الاسماعيلي، بس نتائجه بعد كده لما رجع كان خلاص فهم المساله كويس وحط ايده على الكيمياء المصريه كويس ونجح نجاحات لم يسبقه اليها احد. لكنه انت تقدر تقول الراجل ده هيقدر يكمل ولا لا بعد نهايه مرحلته، ونهايه مرحلته كانت مباراه الكاس. لجنه التخطيط والمتابعه في النادي الاهلي لكره القدم اجتمعت، قيمت المساله بشكل كامل في ضوء كل اللي حصل في الموسم، وكان قرار توجيه الشكر لمستر مارتن لاسارتي. لقد سهل المؤتمر الصحفي القرار على متخذ القرار، اتحسن. لو في اي شبهه قناعه تلاشت في هذا المؤتمر. كلمتك انا بعدها قلت لي ده كده خلص الكلام، خلص. انا حتى لو كان عندي بعض المبررات من باب ان نشتغل بشكل مؤسسي يعني. هو اداني مبررات عكسها، ان عشان بشتغل بنظام مؤسسي ده لا يصلح. اللي يخرج يرمي على جنوده وعلى عيلته المسؤوليه ليس رب اسره سليم. وانا ما بقولكش خد الطلقه بالنيابه عني، بس ما تحدفهاش عليا. ما تستخباش ورايا، يعني مش عايزك تتلقى الرصاص عني، بس كمان ما تاخدنيش انا الدرع بتاعك. ما تشدنيش تحطيني انا يعني انجو بنفسك بعيد عني. انما تيجي لا لا لا، والله شيء ما حصلش ما شفتوش. طيب هنفضل كده كتير في انه الخواجه، اي خواجه بتجيبه هو بطيخه؟ بطيخه بطيخه جدا. وسير حتى ذاتي. مهما وسيبك من السير الذاتيه، في اعظم من مورينو اللي كان بيقال عليه انه اسطوره التدريب في العالم؟ انا بقول لك مورينو ده لو مسك اي فرقه هيغرقها. شوف عمل ايه في المان يونايتد وعمل ايه في كل الفرق اللي مسكها. لا، المدرب عندما يتحول الى نجم ويتصور انه هو صانع النهضه بيروح. المؤسسه استاذ ابراهيم. وبعدين يا اخي انت عايز تبقى انت النجم، سيب بصمتك زي جراديولا كده. اروح البارسا تحس بالستايل، اتنقل بقى للماكينه الالمان لاعب بايرن ميونخ بالطريقه الجراديولية، كوره جميله ونقل واستحواذ. راح السيتي خد سنه، برضو الناس لازم تقف عشان بنقول لهم انك انت تدي الفرص الكامله. السنه الاولانيه موسم كارثي بالنسبه لجراديولا، بعد كده عامل ايه؟ احلى كوره في العالم واحلى نتائج. هي الكوره عايزه كده، سيب بصمتك تعبر عنك، سيب شخصيتك تعبر عنك. انت مسيطر على اللعيبه وبيحبوك في نفس الوقت، يخافوا منك ويحبوك، هي دي المعادله السحريه اللي تنجح اي مدرب واللي احنا بندور عليها. لا ما انا ما اقدرش حته واحنا بندور عليها دي ما اقدرش عليها. ما هو لازم تدور عليها. ايه المواصفات اللي انت بتدور بتاعت عليها؟ بتاعت عدلي؟ طبعا بتاعت مسؤول النادي دلوقتي. اللي اتمنى ان يكون مسؤول النادي يشاركني الراي اللي انت بتشارك فيها. يا عم اسمعني بس، ما انا ما صادرش على طبعا. انا ما صادرش على حق ناس ثانيه. طبعا متخذ القرار ده صاحب القرار. يعني مثلا لاسارتي انا ما اعرفش حاجه عنه، فوجئت بيه ان هو من الناس اللي كانت مرشحه بقوه وجه، فقلت لازم ده حاجه تقيله يعني. انما انا بقول لك عايز مدرب يعرف يخرج من اللعيبه افضل ما لديها، هو ده المدرب اللي ينجح. مدرب ما يخليش اللعيب يستهتر بالعمل الجماعي او يعمل حاجه مش بتاعته. كل الناس اللي جت اتكلمت على مانويل جوزيه واخرها استاكوزا كان طالع مع سيف اظن مين؟ طالع من البحر بقى. لا استنى بس يا ابراهيم. كان طالع بيتكلم على مانويل جوزيه. وكان عنده الشجاعه المطلقه، يقول انا اللي خلصت على نفسي. صحيح صحيح. كان من العناصر اللي كان مانويل مقتنع بيها في النادي. يعني طلب منه طلبات وغير له مكانه وقال له ما تعملش الا اللي انا بقوله لك. اللي انا بقول لك عليه. قال لي اول ما ابتديت ابتكر
وعبر عن نفسي خارج إطار العمل العام؟ أول مرة نبيني، تاني مرة زعقلي، تالت مرة طلعنا من الحسابات، شفطني. اه بالظبط. هو قال لك مدرب تلت ساعة دكة وضحك، ننزل للملعب يبقى واحد تاني. في اتنين مانو جوسيه، الأب الرحيم العطوف اللي يزورني في البيت وأنا عيان، اللي يعرف ظروفي، اللي يستمع إلى شكواي الإنسانية، اللي يطبطب عليا. بعدين المدرب اللي لو أنا وقعت قمع مش مفروض أجي ناحيته. أنا شفت المنظر ده أنا وأنت في اليابان. أيوه. ها؟ يهيج لعيب معين وقع قمع، قال له دي شغلتك إنك تيجي هنا؟ وقعته ليه؟ والتاني بسرعة عايز يعدله. قال له استنى، أنت جيت هنا ليه؟ فهو ده المدرب، ازاي تشيل همي وازاي تحبني وتشعر وانا قاعد على الدكه او ما بلعبش ان الراجل ده فير، والله انا اللي استحق. اذا السمات الشخصيه طبعا عنصر اساسي في تقييم السي في المعروض. طبعا الجندي احيانا يضحي بنفسه عشان القائد بتاعه هو مقتنع بيه، هو مقتنع بالقائد بتاعه، شاف النموذج ده. الجندي اللي بيروح يحتضن دانا عشان يحمي زمايله، دي عقيدة بتيجي كده صدفة ولا نتيجة تراكم حاجات كتير بتوصلني ان المجموعة اهم من الفرد، المجموعة اهم من الفرد، الفريق اهم مننا كلنا، الاهلي فوق الجميع، جميعنا. الاهلي امتى ممكن يحسم المدرب الجديد؟ ما اعرفش، مش بتاعتي بقى. في سير ذاتية كتيرة؟ طبعا. ايه هو بيبعتولك؟ ده مش بعتولي انا لوحدي، ده 100% بيدوشوهم. وانا ببعت لجنه التخطيط، لدرجه ان انا اي واحد عقدت النهارده اي واحد يبعت لي اربع سير بكلمه، بهتم ان ارد عليه. واقول له مش هبعت انا. لو الاربع سير دول فيهم حد احسن من الثلاثه التانيين ركز لي عليه. انما انت تخليني اعمل الهوم ورك بتاعك، هي بالوقه. تديني 10 مدربين اتلخبط انا. شوف لي انت عارف مصر قدراتها الماليه ايه، المدارس اللي احنا محتاجينها، سمات اللي لو عندك ما تضيعليش وقتي. ما حرام عليك، مين هيقعد يذاكر الكلام ده كله لما يبقوا 10 15 واحد بيرشحه استاذ ابراهيم، كل واحد بيرشح له 5 6. بتكون النتيجه مش هتشوف حد، كل واحد عايز يقول هو ده افضل واحد انا اعترت عليه ويبعته. انسب واحد يفضل يكون اشتغل في اللي بيبعت لي 2 بعتذر له. انت بتزنقه في اختيار واحد. مين احسن يعني ايه؟ انسب. افضل تجاربه. افريقيه، ما هو عنده معايير بقى المفروض انه فاهمها بالظبط، وعارف الاهلي نجاحاته استمراره. لما تبعت لي مدرب كل سنه بفرقه، انا بروح اقفل الصفحه. كل سنه بفرقه خلاص مؤشر على شخصيته. ما هو يا بيتحرك كتير، يا بيجري ورا الفلوس، يا ما بينجحش. في سبب ثالث؟ لا. فكل سنه بفرقه، لا متأسفين. نقيلي الناس اللي بتحقق استقرار ونتائج، نقيلي واحد مشي من فرقة راح فرقة أعلى منها حتى لو رجع لها بعد كده. يبقى الراجل ده يعني مال جوسيه مشي من عندي. معرفش هو راح فين، لكن معنى أنه يرجع عندي واستمر، يبقى الراجل ده فيه ميزات في المكان ده. صح ولا غلط؟ صحيح في المكان ده. ليه اعتبرها وانت بتاخد القرار؟ كده بس يا ابني، انا مش متخذ قرار. اوعى انت ما تدينيش اكتر من حاجه. انت ساعات بتحسس الناس ان انا على الاقل متصل. لا، حتى لو مطلع مش هقول. حتى لو مطلع مش هقول. طيب لكن هتقول ماذا عن هذه الهزيمه بين الصدفه والاراده؟ هل هي صدفه ان الاهلي يخسر من فريق واحد 3 مرات ورا بعض، ولا كان في اراده مجهوله انه يخسر الثلاث مرات؟ انه يخسر الثلاث مرات بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مذبحة العدالة بين الصدفة والإرادة. اللي حصل في مباراة دور ال 16 بين الأهلي وبيراميدز مذبحة حقيقية للعدالة. هتقول لي لصارتي اخطا؟ لصارتي اخطا، عنده اخطاء كتيرة. وليد ازارو اهدر فرصه غاليه جدا، بس اديني حق وارميني البحر، لان انا الحقيقه كتير لما بلاحظ ان الناس
اللي مش عايز ان الجمهور يقول اصله بيعلقوا اخطائهم والهزيمه على التحكيم يبقى الكلام لا احنا ما بنقولش الحكم ما اخطاش، الحكم اخطا وقرارات مؤثره، ده لا يعفي ولا ابدا يغض الطرف عن اخطاء فنيه في الملعب، لان انا في تقديري مباراه زي ديت الاعداد النفسي للاعيبه ليها، اللاعب في حد ذاته يتحمل هذه المسؤوليه بنسبه كبيره جدا. انت بتلعب مباراه فيها كتير من معاني رد الاعتبار لهزيمه سبق ليها مباراتين، وانت بتلعب وانت بتدافع عن هيبه بطل الدوري، وانت بتلعب عشان تثبت الفرحه وحقك في ان انت تكمل موسم كويس، وانت بتلعب وانت عارف ان النادي الاهلي جمهوره لا يشبع من البطولات، وانت بتلعب وعندك دافع كبير جدا لمواجهه خاصه مع هذا المنافس. كل دي دوافع كانت المفروض تكون كافيه جدا ان احنا نلعب مباراه اقوى من كده بكتير على الصعيد الفني وعلى صعيد الروح، بجانب الاخطاء الفنيه. يعني اللعيبه عندها جزء كبير من المسؤوليه، المدير الفني عنده جزء كبير جدا جدا من الاداره الفنيه للمباراه سواء قبلها او اثناءها او في قراراته التبديليه، لكن انا اقصر اتحاسب، بس اديني حقي. هل الاهلي خد حقه ام انها مذبحه عداله حقيقيه؟ لا هي مذبحه عداله حقيقيه لانها متكرره. متكرره طبعا، يعني ما هياش صدفه يا استاذ ابراهيم. انا ساعات كده اقعد افكر في اللي بيحصل حواليا عشان يعني اوصل ما وراء الظاهره يعني. طيب يطلع سمير عثمان يقول لك انا ما اعرفش حاجه عن تعيين المدرب ده لان انا لسه ما استلمتش، او مسؤوليتي عن تعيين الحكام تبدا بعد نهايه الموسم اللي بينتهي بهذه المباراه. مش عارف ليه ينتهي بهذه المباراه الحقيقه يعني، لان هي المتبقيه وان كان في مباريات اخرى في دور الثمانيه. ما علينا. طيب مين اللي عينه؟ وهناك تأكيدات من داخل اتحاد كرة القدم ان ثروت سويلة ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده. طيب تخليني اقول لك على الناحية الصحفية بكل الوضوح، اللي تردد يا جماعة وانتشر انه الكابتن سمير عثمان رئيس لجنة الحكام ما يعرفش عن تعيين طاقم حكام مباراة الاهلي وبيراميدز، ده كلام غير دقيق، ونقدر نأكد على انه يوم الاربعاء تم الاتصال بتوافق بين الكابتن سمير عثمان رئيس اللجنه والكابتن عزب حجاج والكابتن وجيه احمد، والثلاثه توافقوا قبل ما يقعدوا على جهاد جريشه، وما فكروش في بديل. وعايز اقول لكم ان يوميها كلموا الكابتن جهاد جريشه، خد بالك عندك مباراه، وما قالولوش مباراه الاهلي وبيراميدز. طب ليه قالوا له عندك مباراه وما سموهاش؟ قال لك لان احنا بنعتاد دايما وابدا عشان الحكم ياخد باله في التدريب، بحيث انه على المستوى البدني والذهني يجهز نفسه انه عنده مباراه. طيب اديك المفاجاه بقى، لكن ثروت سويلة رجع يوم الجمعه. النبي بس اصبر بس عليها هنا، اصلك انت قلت جمله انا مش بقاطعك، لا قول بس، انا انت قلت جمله لفتت نظر الحاجه، جمله واحده يا ابراهيم والنبي بقى خلينا قلت جملة دلوقتي بتقول ان قالوا له عشان يجهز نفسه. ايوه. قبل ما يعمل الماتش ده ناس بعتت لي قالت لي انه كان بيحكم في ماتشات ودية. مباراة ودية في مركز شباب. طب اتفضل. في الدقهلية. يبقى بتقول له قبلها بيوم عشان يستعد لايه؟ عشان يلحق يلعب الماتش الودي؟ اللي فيه 100 جنيه ولا 150 جنيه؟ اذا عشان نحط، لانه برضو ان احنا نظلم حد مفترض ده مش صح، او نغيب الحقيقه ونبني عليها اراء برضو كلام مش امين. اللواء ثروت سويلم له من التدخلات في شؤون التحكيم ما يكفي، يعني لا يعفيه ابدا في هذه الواقعه انه رجع من الحج يوم الجمعه، وانه حكم الاهلي وبيراميدز جهاد جريشه كان تم اختياره يوم الاربعاء قبل ما يجي، بس هو عنده تدخلات كتيره جدا، ده موضوع تاني، وعنده انحيازات عشان اللي عايز يحذفها بالظبط ما يحذفهاش في الحته دي دلوقتي. لكن خلينا نحدد المسؤوليات، لانه انا لو عندي رئيس لجنه حكام بيبدا مشواره
وبيبدا مهمته ويتقال انه مباراه مهمه جدا للاهلي وبيراميدز تم اختيار حكم هو ما يعرفش حاجه عنه، لا انا لو رئيس لجنه حكام سلام عليكم من قبل ما اشتغل، ما دام هذه المباراه في هذا التوقيت تقع تحت مسؤوليتي يبقى انا اللي اختار، والا ما هو جهاد جريشه دلوقتي هقول لكم هيعاقب، وهيعاقب عقوبه غير معلنه، وهيبعد عن مباريات الاهلي لفتره ليست قصيره، يعني ممكن ما تلاقيهوش السنه الجايه في الدور الاول كله لمباريات الاهلي الى ان يجد جديد، من باب انه فلسفه اللجنه الجديده هتبقى ابعاد كل واحد ممكن يثار عليه مشكله مع نادي معين. مش هلاقي حكام بعد شويه، منعا لتكرار المشاكل. فاذا هذا الاجتماع الثلاثي للكابتن سمير عثمان والكابتن عزب حجاج والكابتن وجيه احمد هو اللي اختار الكابتن جهاد جريشه، وربما كان معاهم برضو الحق لانك انت مباراه مهمه، ما نختلفش ان هو رقم واحد في مصر. لا نختلف، لا 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 لا، انا عايز اعرف جابوها منين. راجع من كاس العالم ايه يعني ده اعلى تصنيف يا حبيبي؟ لا دي صناعة إعلامية وإلحاح إعلامي بقالنا فيه 4-5 سنين بتجهزه إن هو يتقال عليه رقم واحد في مصر. هات لي موسم ملوش مشكلة أو اتنين كبار جدا، هو وإبراهيم نور الدين. هات لي الوقائع الفجة، هات لي إيه؟ أنت ما كنتش جبتها هزعل منك. في الوداد والترجي كان، أنت عايز إيه؟ لا الوقائع بتاعت جريش لوحده مع النادي الأهلي. تمام، جبتها ولا ما جبتهاش؟ تمام جاي. هزعل والله. طيب النادي الاهلي بعت جواب لاتحاد الكوره النهارده بيحط له النقاط على الحروف، وقال النادي الاهلي ارسلت اداره النادي خطابا ظهر اليوم لاتحاد كره القدم تؤكد فيه على رفضها القاطع للاخطاء التحكيميه الفجه التي كبدت فريق الاهلي الكثير في بطوله الدوري والكاس هذا الموسم، وان النادي سبق وان حذر في كتابات عديده لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق التقديرية، وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الفار، وتعهد اتحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية. وأكد الأهلي في خطابه على أنه تحمل فوق الطاقة ونفذ صبره من جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر. وجاء في الخطاب أن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية حرصا على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد، خاصة وأن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، واللي جاية الجملة المهمة، ويدرس النادي الأهلي حاليا ما لم يكن يتمناه، وهو الطلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة. خلي بالك، هي المشكلة مش مشكلة أنك تستبعد مين ولا تخلي مين، هيتم صناعة ناس تؤدي نفس الأدوار. هو أنا لما بقول الإرادة، إرادة يعني إيه؟ وانت الأخطاء تتعامل معاك كأخطاء، ما فيش إرادة الخطأ. لكن لما يكون في إرادة يبقى مش خطأ. ده يبقى أنت بتعمل حاجة أنت عارفها. لما يجي أستاذ إبراهيم نور الدين يجي لي في ماتش الإنتاج ويبص للحكم الخامس والحكم الخامس يعمل كده مشارك في اللعبه وما شافش حاجه، وبعدين يقول لك ابراهيم كان هيصفر، وبعدين لما لقى ما ادالوش القرار، وكانها اصبحت الحكم مسؤوليه الحاجات اللي في ال 18 مسؤوليه الحكم الخامس. طيب مين كان الحكم الخامس في المباراه بتاعه بيراميدو الاهلي؟ سامي، طارق سامي. ما بيفكركش بحاجة؟ بطل زمالك وطنطا. أنا أجيب حكم حسب ضربة جزاء على طنطا وتجاهل ثلاث جرائم في منطقة الجزاء يستحق طنطا ثلاث ضربات جزاء
واحتسبت عليه ضربة جزاء خرج بها مغلوب واحد وله ثلاث ضربات جزاء ونزل طنطا بسببها الى بعد كده، لان لو خد الثلاث نقاط دول كان قاعد، كان خد دفعه ثانيه خالص، واخد بال، كان قاعد. هل ده معقول؟ هل ده ممكن اجيبه؟ يبقى هو اللي يقع اللي يتقال له، وفي ناس بتقسم لي ان يتقال لهم مالكوش دعوه باللي بيحصل في في ال 18 من الحكم، حكم الساحه. بيقسموا لي ان سمعوه بيقول الله اعلم، بس انا بقول لك اللي بيتقال مالكوش دعوه اتفضل. وحطت ايده، بص حطت ايده على ودنه، يعني ابراهيم نور الدين بيكلمه، استنى دلوقتي شوف بعد ما يقع هيجي على الشمال، هو شاف اللعبه. دي الحته دي هي، استنى بقى من هنا بقى، خلي بالك هيرجع على الشمال اهو، هتشوفه دلوقتي رجع على الشمال وحاطط ايده على ودنه. المكالمه يعني ما تقولش بقى، انا بقول والنبي شوف النبي شوف يقطعها، بقول له وهو راجع على الشمال. يا عم جيبها لنا يا عم، وهو حاطط. طيب هيعيدها شوارب تاني؟ اتفضل. انت عارف في حاجات كده في التحكيم. انا وريت مره، عملت حلقه مع عيسى حياته، وريته ماتش الاهلي وكان فرقه مغربيه. الحكم اللاين زمان اهي، استنى بص، شفت شفت يا سيدي، ها قال له، سأله، ده الكونكشن اللي بينه وبينه، سأله ما يقولش بقى انه ما شافش وما عملش. لا وبعدين انت ابراهيم نور الدين سأله، وهو اصلا جهاد جريشه، ما كل الناس قالت كده، انت شايف ما تحسب، انت بترميها على الحكم الخامس باماره ايه؟ وبعدين ببساطه شديده الاهلي كان له ضربه جزاء، لا كان له ثلاث ضربات جزاء، هجيلك مش كشف الحساب. لكن هي ليه يا جماعه؟ اولا الحته دي تبدو هي اللي في عفريت في المنطقه دي، العده دي في نفس مكان حسين، مش عايزين يا ابراهيم في نفس الجزئيه، هو بين الخطا والاراده، ما هو مش خطا، هو هي اراده ان ما يحسبوش، مش الصدفه. صحيح. ليه بيراميدز؟ المباراة الأولى اللي قالوا بيراميدز كانت 4 يناير في الدوري، ضربة جزاء غير محتسبة، عشان بس الإخوة الظرفاء قوي اللي بيراميدز كده يحتفظ بالأهلي مدى الحياة عشان كسبه 3 مرات. لا ده لو هي كده الأهلي يحتفظ بناس كتيرة قوي فور ايفر مدى الحياة قوي، ده يحتفظ باللي قايل كده هو وعياله، مش كده؟ وأحفاده لو قلبنا، يعني في ناس كتيرة بالأربع مباريات والخمس مباريات وست سبع سنين ورا بعض لو هي كده. لكن ما حدش بيتكلم على إنه في مباراة بيراميدز ادي الأهلي حق، ويخسر كورة يخسر كورة، بس علشان الأهلي لا بيصوت ولا بيزعق ولا بيعمل ضجيج ولا بيهدد ولا بيتوقف ولا بيهاجم الحكام ولا بيسئلهم ولا بيتعرض لأشخاصهم ولا زمامهم ولا سمعتهم ولا مين ومين، كل ده الأهلي ما بيعملهوش، عشان كده الأخطاء بتتكرر وبيرجع يقول نفد الصبر مش هينفع، إلى أن قال في هنضطر ندرس ما لا نتمناه، إن في ناس ما نشوفهاش في مبارياتنا، وده مش من فراغ لأنه فعلا فاضل كيل. مسألة غير رياضية ان انت ترفض حكم بعينه، بس مسألة غير رياضية بالمرة ان الاخطاء تتكرر والقائمين على اللجنة ما عندهمش ادنى حرص على ان احنا نصحح تورينا بقى او نصلح. ورينا بقى النماذج بقى، عشان هي دي اللي هتقنع الناس. الاهلي وبيراميدز 4 يناير الماضي، مش هنقول راينا زي ما متعودين، نشوف السادة خبراء التحكيم والالعاب نفسها قبل الخبراء. كابتن احمد الشناوي في اون سبورت عن ضربة جزاء غير محتسبة للأهلي في مباراة بيراميدز الأولى 4 يناير. نشوف الحالة اللي بعد كده، هي لعبة ركلة الجزاء اللي جاية دي. هل هناك ركلة جزاء مكانه يسمح له بالرؤية؟ لكن شوف بيصفر امتى سيميليشن، برضو قرار متأخر. بصوا أنا جايب لكم أهو، نقف هنا، قدم مين على مين هنا؟ الشرب الابيض على الاحمر ولا لا؟ النهارده القدم ده اللعيب بيتحرك،
لما ثبت رجله. طبعا كلكم كباتن ولعبت كوره، اللاعب عشان يتحرك اول ما هيعمل جسمه قدام كده عشان ينقل رجله ورجله متثبته لازم يسقط في الارض، وبالتالي هنا خطا واضح وركل الجزاء. للاسف الشديد ان هو لو ما احتسبهاش انا كنت ممكن اقول ماشي ده كلام جميل ما فيهاش مشكله، لكن كونه يعاقبه بانذار انا ليه ركله جزاء تحسبها عليا يعني اندايركت وانذار، انا شايف انه قرار يعني عايز اقول خانوا الصواب والتوفيق. واضح ادي الرجل اهي وهو شايف وعنده رؤيه وعنده كل حاجه، لكن هو خاف انه يحتسب، ما يعرفش يعني قدراته هل بيهرب من احتساب ركله الجزاء باحتساب التمثيل، امر يعني كان غريب جدا. على فكره الكابتن الشناوي ها شخصيه جميله وذكي جدا، هو بيديك واحده من ضمن اتنين تلاته بيبقوا في الماتش. بس هو مش عايز يديك اتنين تلاته، انما يقول لك ليك واحده. بس الماتش ده كان فيه ضربه جزاء تانية. واضحه جدا برضو وما اتحسبتش. طيب هل كفايه انه يطلع كابتن جهاد جريشه زي ما قالت بعض المواقع انه يعترف انه يا ولده ما عرفش ينام؟ لا تاني ماتش بس يتفرق. خلينا احنا جايين للماتش بتاع جهاد جريشه. تاني ماتش في ماتش تاني اللي خسرناه في الدوري. ايوه. لينا ضربتين جزاء برضو جبتهم يا جماعه ولا ايه؟ طيب على ما هنشوف يجهزوا، لكنه كابتن جهاد جريشه اعترف او حسب احد المواقع يمكن موقع الكابتن قال انه جهاد جريشه اعترف بصحه ضربه جزاء للاهلي امام بيراميدز، وانه لما اتفرج عليها تعب شويه وقال يعني يا خساره الاهلي كان له ضربه جزاء ما حسبتهاش. احنا بنتكلم يا جماعه على حكم مونديالي، احنا كده زي ما يعني بتكلم او بتفق مع المهندس عدلي، احنا بنتكلم على حكم المصنف الاول. كل ما يغلط تقول لي ده هو رقم واحد. حكايه ان كل مباراه في مشكله كبيره، مش مشكله عاديه، مشكله كبيره تتعلق ربما بشخصيته، تتعلق بلياقته الذهنيه، تتعلق بتقديره للموقف، تتعلق بكفاءه فنيه، تتعلق برؤيه، اسباب كتيره جدا لجنه الحكام عليها ان تراجع ده. جهاد جريشه لا يستحق ان يكون حكم مصر الاول. لو الترتيب بهذا الشكل اذا في مشاكل شخصيه وفي علاقات شخصيه، وهذا الترتيب خاضع لحاجات تانية خالص. إنما في كل المناسبات في لغط كبير جدا على أحداث مؤثرة جدا في نتائج المباريات، لا الأمر يحتاج إلى مراجعة، ولعل لجنة الحكام الجديدة تعيد النظر في مثل هذه الأمور. في هذه المباراة هنشوف هل إحنا شفنا مباراة بيراميدز يعني بشكل واضح هدرت للأهلي فرصة احتساب ضربة جزاء في مباراة الكاس، إيه اللي حصل للأهلي في مذبحة العدالة؟ والبداية مع الكابتن أحمد الشناوي في أون سبورت. هنا بقى يعني أنا عايز أقول عن الحالة، أدي الحكم الإضافي. هو الحكم الاضافي متاخر ليه كده؟ يعني ولو ان الرؤيه تبقى اوضح. بص يا كابتن انا عملت هنا بوز ليه؟ نعم. حتى انا جهاد جريشه بعيد عشان لما تشوف الاعداد. لا بعيد يا كابتن، صعب قوي يحددها. هجيبها لك من زاويه ثانيه هتلاقي جهاد جريشه مش لا بعيد. ما هو يا كابتن اهو هجيبها لك من زاويه ثانيه. طيب ماشي اتفضل. انا هنا ادي اللعبه دي بالشكل ده. هو خد كوره انما بالرجل الثانيه هتشوفوا اللي هي رجل في الارض اهي، شايفين بتطلع ازاي عرقلته. لا هو ما خدش الكوره خالص. فيها بينالتي ولا ما فيهاش بينالتي؟ هي فيها بينالتي يا كابتن، قلت ما فيهاش. لا بس عشان هي كرة بينالتي بغض النظر. نعم. خدوا الكرة مش معايا برضه. خلينا نوصل لحاجة يا كابتن. نعم. عايزين نقول حاجة مبدأ. الزاوية التانية بقى الأهم يا نصر. إذا أنا لو أنا نجحت في لعب الكرة إذا أنا نجحت في لعب الكرة نعم، مش معنى إن أنا نجحت في لعب الكرة إن أنا أرتكب مخالفة. تمام. فلاعب اللاعب حتى شاط الكرة رجله التانية هنا تبان الفاول موجود. في هنا عرقلة؟ طبعا العرقلة موجودة يا كابتن واضحة. كل الناس يعني انا عايز اقول للناس كلها شايفه ادي الرجل اهي. الرجل اهي بص الرجل تطلع اهي. والتانية الرجل التانية اهي. خلاص خدت رجله وقعته. خلاص العرقله موجوده وكان على الحكم الاضافي انه يقول له ركله جزاء ركله جزاء. وكان بص بقى يا كابتن. لا ارجع بقى يا نصر، دي اللي كنت عايز اوريك فيها زاويه جهاد جريشه. ما يشوفهاش يا كابتن. كمل بقى اهو جهاد اهو. بعيد يا كابتن برضو. يا كابتن ما يشوفش ايه؟ مسافه بعيده يا كابتن. يا كابتن ما كانش في حكم خامس زمان. المهم خلينا بس نشوف الهدف. يعني انا قصدي طب الخامس ما اداش ليه؟ هو ده ما ده اللي ده الشغل بتاعه يا كابتن.
ده شغله. فيها بينالتي ولا ما فيهاش؟ فيها ركله جزاء طبعا. ليه ما اداش الحكم الخامس؟ ما هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. بينك وبينها 3 متر. وانا عايز اقول يعني الحكم الخامس ده يا كباتن بالظبط زي الفيديو. بالظبط. بالظبط زي فيديو. الفيديو هو فيديو لان هو بينه وبينها 3 متر هو اللي هيقول له. في عرقله ما فيش حتى يعني كابتن حازم قاعد جنبي في اللعبه قال لي فعلا في رجل معرقله. هفكرك بلعبه. ما هو يا كابتن يعني ما هو زي ما حضرتك قلت هو الحكم هنا الحكم الخامس هو انا عايز اسال سؤال يا كابتن. هو الحكم اللي ضافني نازل معاه ده انا نازل وعارف ان في معايا واحد واقف في الحته دي مظبوط يبقى يعني على الاقل انا بدخر جهدي لحاجات تانية اقدر اشتغل بيها ابعد نيه فالنهارده هو كان مثلا دي ما اعرفش كان مين مش عارف هو برضه طارق سامي ولا لا عشان ما كان لا ده كان ابو خاطر ده ابو خاطر ده محمد ابو خاطر يعني تطابق تطابق طبعا لا لا وتطابق. وبعدين في المرتين ابراهيم نور الدين شايف وجهاد جريشه شايف وتسمع بقى خبير تحكيمي يقول لك ايه اصله كان بعيد عن اللعبه هو اصلا ما فيش حكم خامس يعني الاوبشن ده اللي اضيف انت المفترض الحكم ما احنا مش جايبين برضو حكم نظره ضعيف عشان يبقى حكم في حكم حسب على الأول. على النادي الاهلي ضرب جزاء وهو بيجري من دايره السنتر على الشناوي لما طلع شافها بقلبه جري كان وجايبينه من دايره السنتر بيجري فهي دي الفكره انت في اللقطتين ابراهيم نور الدين على عمودي على اللعبه وشايفها وحط الصفاره جوه هيصفر وبقيت ضربات الجزاء عايزين وخاطر ورا اللعبه عمال يتنطط وشايفها ثم جهاد جريشه شايف اللي حاصل مع حسين الشحات والحكم الخامس في ظهره وفي الحالتين الخطا واضح يمكن المشكله في الحته دي في عفريت نصيحة بقى لعيبة الأهلي محدش يدخل من الحتة ديت فيها عفريت مش هيتحسب لك ضربة جزاء في الحتة دي انت بتتكلم مرتين والحكم الخامس في ظهره والحكم الرئيسي حكم الصفارة عمودي عليه وشايف وفي الحالتين لا طيب الشناوي ادانا ضربة هل الكابتن ياسر عبد الرؤوف في النيل الرياضة شايف الأخطاء هي دي فقط ولا ايه يروح للحاله اللي بعد كده وقف الدقيقه 16 عند المساعد رقم 2 يوسف البساطي وهو هنا في اشاره بوجود تسلل نشوف لحظه اللمس برده بتاعتنا ونشوف هل فعلا اللاعب كان في موقف تسلل ولا لا بس هي دي لحظه اللمس هنلاقي طبعا ان لاعب النادي الاهلي متغطي بخطوه تقريبا ولكن يوسف ما كانش موفق في القرار واشار بوجود تسلل نمشي بقى ونشوف هل في دفع ولا ما فيش دفع اعتقد ان الايد اليمين فيها دفع ولكن جهاد مركز على الجزء السفلي مش العلوي فبالتالي كان في مخالفه ولكن مش من حق لاعب النادي الاهلي يعترض والاعتراض ده كان لازم يقابل بنوع من الحزم شويه. نروح في الدقيقه 47 ونشوف لعبه مهمه شويه. حصل سقوط وبعدين لقينا لاعب النادي الاهلي بيتكلم، طب نقف بس هنا لحظه، نقف لحظه، لا نرجع كمان خطوه واحده نرجع كمان خطوه واحده. بس نمشي بقى ونشوف ايه اللي هيحصل كده بقى في تنافس ما بين الاثنين على الكره لو المدافع نجح في ان هو يوصل للكره ما عندناش مشاكل ولكن الكره عدت وبعدين حصل في رجله خبطت في رجل المهاجم ده المنظر اللي قدامنا وده الشكل اللي قدامنا فبالتالي كان لابد هنا ان يكون في احتساب ركله جزاء للاهمال ركله جزاء لصالح النادي الاهلي وبس انا عايز نرجع للكادر الرئيسي دي حاله مهمه عشان نراجع موقف الحكم الاضافي وموقف حكم الساحه ده طارق سامي بدا يتحرك ولكن اتحرك متاخر اتحرك متاخر طبعا جهاد هو خارج القوس بحوالي 3 4 ياردات وجاب كابتن جهاد بعيد كمان يعني هو اعتمد فيها كليات على الحكم الاضافي هي اللعبه قريبه من طارق ولكن تاخره في التحرك فطبعا المهاجم نفسه هو اللي عمل بلوك عليه هو مش عارف الرجل وصلت ولا ما وصلتش ولكن في النهايه لا طبعا في مخالفه باهمال وكان لابد من احتساب ركله جزاء لم تحتسب وللاسف برضو تاني ان هي ركله جزاء مؤثره في نتيجه المباراه الكليه لان المباراه انتهت 1-0 لصالح بيراميدز. نروح للحاله اللي بعد كده وهي برضو حاله تسلل عند هاني عبد الفتاح ونروح للزاويه الجانبيه يعني هي بس دي اللي انا ممكن ما اتفقش مع هاني عبد الفتاح في الكام قرار اللي هو خدهم بحالات التسلل اعتقد ان المهاجم المدافع اللي هو ناحيتنا يا اما على خط واحد يا اما يعني مغطي بخطوه ولكن انا مش هقدر اجزم طبعا ولكن هو ده كان قراره باحتساب التسلل ولكن لو بصينا لتمركزه هنلاقيه ان هو سابق بخطوتين
لو ظبط تمركزه هيوصل لقرار احسن من كده يقدر يقنعنا بيه. يعني طبعا شرح رائع جدا، واضح كده من كلام حضرتك ان الخطأ الاكبر الاوضح هو ضرب الجزاء لم تحتسب لصالح النادي الاهلي. بالظبط. خلاص كله عايز يقول لك في ضرب الجزاء. طب ولمسات اليد اللي حصلت مرتين، مره واللاعب واقع على الارض فارد دراعه وجت في ايده، ومره والكابتن شناوي للاسف فسرها. لا يا اخي دي خلاص دي بتاعت الانتاج. اه جمع الانتاج، جمع الانتاج والثانيه الاثنين. ايوه بيراميدز والانتاج. اه والاثنين عندهم اسباب موضوعيه انه ما شافوش. والحكم في الحالتين الحكم الخامس في ظهر الوقت قريبين من اللعبه جدا يعني، قريبين من نقعد نبرر ونقعد نقول. وبعدين انا عايز اسال سؤال، هو انا يعني انا مالي هي غلطه مين؟ ليه ضربه جزاء؟ بالظبط. هنقعد نقول اصل دي مش غلطه جهاد، دي غلطه الحكم الخامس. والحكم الخامس ده ايه يعني؟ يعني ده بتاعي جابه معايا انا يعني. اه ها مش بتاعه ده، الحكم بتاع الاهلي اللي جابه معاه. لا والحكم سيد الملعب، طب ما تصفر. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، اه في ضربتين جزاء، ها واحده اللاعب المدافع وقع على الارض، وبرده كانت حسين الشحات من ناحيه اليمين. كاميرا موقع الاهلي جابتها. اه كاميرا موقع الاهلي يا شارب لو جاهزه، ده تصوير لكاميرا موقع الاهلي. هنشوف بس التاتش بول اللي على الارض. وبعدين هرجع للكره للكابتن شناوي. اهي اهي اهي، بص ادي ازاره اهي. شوف دراعه المفروض قد ايه، بص استفاد من اللعبه قد ايه، اهو منع مرور اللعبه، منع مرور الكره. ده الكره رجعت. اه يعني هو لا كنسها من على الارض. وبعدين اهي وادي ده ايه ده يا اخي، ده والنبي ايه ده اهي. يعني حاجه بعدين محدش يتكلم عليهم فيها. اهي بصوا ده هو شاطها من على الارض بايده، يعني الكره ماشيه في اتجاه رجعها بايده. خلي بالك. طيب برضو كل الخبراء. لا في الكره بقى الثانيه اللي الكابتن الشناوي اللي بيقارنوها بتاعته وبتاعه محمد هاني. بتاعت محمد هاني جت في ايده على طول فتبقى ضربه جزاء. فاول. لكن دي مش ضربه جزاء لان جت في رجله الاول وبعدين جت في ايده. وده التعديل الجديد. الغريب ان الكابتن الشناوي بيقول ان ده التعديل الجديد. ده التعديل الجديد اللي قال اي لمسه تبقى ضربه جزاء حتى لو جايه من رجلك. مش العكس. مش هي كانت بتتحسب وبعدين التعديل الجديد قال ما تتحسبش. لا هو التعديل الجديد فين؟ اللاعب ما ينفعش يسجل الهدف لو لمست ايده سواء متعمد او غير متعمد. ده المهاجم. ايوه الله. التشدد ضد المهاجم ولصالح المدافع. طب المدافع بقى لما يلمسها لازم يكون في شرط العمديه في بالنسبه للمدافع. يعني ايه الشرط؟ ودي بقى ما هو هي التعديل فرق بين الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه. طيب نشوف الكابتن ايمن دجيش في قناه الاهلي وهو واحد برضو من مساعدين من مساعدين الحكام الدوليين السابقين، رأيه ايه في اللي حصل في مذبحة العدالة. لعبة كانت مؤثرة جدا في نتيجة المباراة وأثرت على نتيجة المباراة. كان في لعبة ودي لعبة الماتش يا كابتن اسلام، لعبة حسين الشحات اللي كانت ناحية اليمين اللي حسين الشحات ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي لم تحتسب واضحة جدا. الغريبة ان انا برجع لبداية الموسم اللي فات وكان مباراة الإنتاج الحربي وكانت في فاكر اللعبه اللي حضرتك بتتكلم عنها يعني صوره يعني صوره واضحه جدا. خلاص حسين الشحات لمس الكوره عدوا الرجل فين طلع فين الرجل بتاعت المدافع بيراميدز حمدي اعتقد الرجل خلاص هي الكوره عدت ودي الرجل دي خلاص بتعطل حسين الشحات واضحه. انا الغريبه بتذكر يا كابتن اسلام مباراه الانتاج السنه اللي فاتت وكان مباراه الانتاج ونفس اللعبه كانت لعبه رجل الجزاء بتاعت هو وليد ازارو كانت لعبه برده واضحه جدا. للاسف الحكم الاضافي هنا برضو كابتن جهاد عليه مسؤوليه. يعني نبدا بالكابتن جهاد. هي يا كابتن واضحه جدا واضحه جدا. الرجل طبعا ارتفع زي الرجل مرفوعه مش محتاجه كابتن اسلام تحليل لان هي واضحه جدا الكره عدت وانت بتحط رجلك كده خلاص انت عقت المهاجم. الغريبه ان هنا مكان الحكم الاضافي اللي هو محطوط ودي تخلينا نرجع كابتن طارق سامي زي ما قلت قبل المباراه من اكتر الحكام اللي كان عندهم ثقه في ان هو يبقى موجود كحكم اضافي في مباريات ويمكن اكتر حكم لعب حكم اضافي لكن علامه استفهام كبيره على اللعبه ديت. انا طبعا جهاد جريشه عليه مسؤوليه لان المسؤول الاول عن المباراه هو الحكم.
كان جهاد الناحيه الثانيه كان نفسي جهاد حته ان انت كحكم ما تعتمدش على الاضافي، يعني انت تقرب شويه برضو لازم تشوف انت التفاصيل كحكم. طبعا جهاد عنده مسؤوليه في اللعبه، لكن المسؤوليه كبيره برضو عند الحكم الاضافي، لان انت النهارده الحكم الاضافي في المكان ده وفي الحته ديت هي دي اللعبه دي بتاعتك، يعني انت جاي ودي هتخلينا كابتن لازم نعيد التفكير في تجربه الحكم الاضافي. يتحدثون وكان الامر بحسن نيه. لما تتكرر، انا اول مره ممكن اقبل حسن النيه. لما تتكرر بالشكل ده وفي اتجاه واحد، انا عايز اسال سؤال، لو حط الوضع معكوس، لو في المباريات الثلاث بتوع الاهلي ضربات الجزاء دي كانت على الاهلي، كيف كان سيتم تداولها اعلاميا وتحكيميا واتحاد الكوره؟ يعني لو كانوا قامت القيامه، لماذا هذا الصمت؟ الله، انا خسرت وطلعت من كاس مصر يا اخوانا ومعترف باخطائي، مالكش دعوه، انا بيني وبينك حاجه ما تخصكش، انت مالك ان انا عندي لعيبه وحشه ولا مدرب وحش ولا ايه شانك ايه؟ انا بكل وحشتي دي لو خدت حقي كنت هكسب. صحيح، انا ليه ضربتين جزاء اهو، وفي الثالثه برضو انا بقول لك دي ضربه جزاء اللي هي اللي قالوا طلعت من الرجل على الايد، لانها متشطه من بعيد، مفيش عنصر مفاجاه فيها. مش قريبه فحصلت كده، مفيش مبرر انها كانت تمشي في السياق لا ده. وهو بنفس المعيار حسب على محمد هاني قال لك جت مباشره، دي خبطت في رجله وطلعت على الايد، بس خبطه من ايه؟ من طيب. اين؟ خبير التحكيم المونديالي بجد بقى كابتن جمال الغندور، ومش هيكون جامل الاهلي في تحليله، لانه بالمناسبه لما كان في قناه لبيراميدز كان محلل الخبير التحكيمي فيها الكابتن جمال الغندور، هذه المره في تايم سبورت وقف عند كل اخطاء جهاد جريشه في المباراه، والمفاجاه انه مفيش خطا واحد لصالح الاهلي لصالح الاهلي، كلهم حقوق مهدره للاهلي في مذبحه العداله. نشوف، تعال نروح لحالة من الحالات اللي هيحصل عليها جدل كتير، لأن في بعض المعلومات المغلوطة اتقالت من بعض الناس عن القوانين الجديدة والتعديلات الجديدة فيما يخص لمسة اليد. تعال نشوف اللعبة الأول من الإعادة، أهو اللاعب خد الكرة بإيده ولا ما خدهاش بإيده؟ ما فيهاش، خلاص بإيده على الجبهة. نشوف كده الكرة راحت عند إيد اللاعب يا كابتن وليد، خدها بايده، ايده اتحركت لها، خلاص ده بقى مدافع مهاجم هيتحاسب، مش ملهاش علاقه بالمدافع والمهاجم. حته المهاجم دي موضوع تاني هنقف عنده، حته المهاجم دي لان في بعض الناس للاسف الشديد طلعت قالت انه اي لمس لليد في اي مكان بقت مخالفه، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده لا يمت، لكن دي مش محتاجه تعديل، دي اللاعب ما طالش الكره بجسمه، خدها بايده، تعمد، خلاص سهله، مش صحيح. محتاجه بقى لا فيها لا هنتكلم عن مسافه ولا نتكلم عن اي معطيات او اي اعتبارات، لانها سهله، هنا دي لمسه يد لم تحتسب على مدافع. نروح للحاله الثالثه في المباراه، وهنشوف هنا ايضا حاله تسلل، احنا قلنا حاله التسلل الاولى غير صحيحه، نشوف حاله التسلل الثانيه في المباراه، ونقف عند لحظه لعب الكوره من لاعب النادي الاهلي اللي هي دي اهي، مش محتاج انا هنا لا اعمل خط ولا حاجه، اهي ادي لحظة لعب الكورة، دي بقى سهلة. ليه؟ لأن دي مش خط واحد. صحيح. دي فيها نص ياردة، أكتر من نص ياردة شوية، ادي لحظة لعب الكورة، أهي. خليها تمشي شوية كمان، اتفضل. يلا، دي اللي بيتحاسب عليها اللاعب. وبالتالي هنا طبعًا برضو هنا اترفعت الراية، يلا خلي اللعبة تمشي، اتفضل. يلا، أهي، بص، اترفعت الراية على تسلل أيضًا غير موجود. وبالتالي قرار كان غير صحيح. يلا نروح لحاله من حالات اخرى اهي على حدود منطقه الجزاء، هقول لكم على حاجه مهمه جدا، انا هرجع للقطه دي تاني، بس ايه هو طبعا هنا اللعب استمر، هنشوف اللعبه وبعدين هرجع للقطه دي تاني عشان اقول لك حاجه مهمه جدا. يلا هنا دي اللعبه اهو زي ما قلنا الفاول اهو، شايف الايد زي ما الفاول اللي اتعمل على اللي عمله الشحات، هي نفس اللعبه، هنا كان يجب احتساب فاول لصالح رمضان السيد. طيب هنروح للشوط الثاني.
ونروح لأهم حالة في المباراة، هل في ركلة جزاء ولا ما فيش ركلة جزاء؟ متفقين كلنا، والقاعدة اللي من ساعة من قبل ما ندخل التحكيم لغاية النهاردة عشان محدش يتكلم عن تعديلات، إذا المدافع نجح في لعب الكورة تعظيم سلام ويستمر اللعب، إذا حضرتك ما لعبتش الكورة هتتحاسب على أي احتكاك. هو ما لعبش أي احتكاك، خلاص أنت بعت نفسك، أنت نزلت على الأرض عملت تاكلينج، ما خدتش الكورة، الراجل خد الكورة، أي احتكاك بقى معاه بقت مخالفة، بقت فاول، بإهمال، بتهور، باستخدام كورة، بأي شكل من الأشكال، الاحتكاك هنا يعتبر مخالفة، اللي خد الكورة هو الصح، واللي خد الكورة هو اللي عنده الميزة، اللي اتعامل معاه، اللي ما خدش الكورة يتحاسب، أدي مرة ودي مرة تانية. إذن هناك شيء غريبة يا كابتن جمال إن الحكم الإضافي قدامها على طول، يعني طبيعي إن هو لو شافها بنتي كان رفع. الغريبة كمان يا كابتن إنه هذه الحكم الإضافي محطوط في هذا المكان عشان اللعبة، يساعد عشان اللعبة دي. أنا مش عارف هيقدر يجيبها لنا. كان في هذا الموسم ركلة جزاء في نفس المكان اللي تشد فيها أزارو، وليد أزارو تقريبا، أزارو تقريبا مش كده؟ لو يقدر يجيبها لنا في نفس المكان. أنا ما عرفش كان مين الحكم الإضافي ساعتها، لكن كانت حاجة برضو غريبة جدا وما اتحسبتش. كان أعتقد إبراهيم نور الدين الحكم، ده أزارو تشد اللي هو شد يعني ما فيهاش في نفس المكان وبنفس الوضوح. صحيح صحيح، وبنفس الوضوح. أنت يا حكم بتحكم المباراة كأن معكش حكم إضافي، يعني أنت تروح التمركز. وأعتقد لو ما فيش حكم إضافي برضو هتبقى سهلة على حكم المباراة انه يشوف، ولكن اللعبه سهله، اللعبه واضحه، لاعب اخذ الكوره ولاعب ما اخذش الكوره يحاسب، وركله الجزاء لم تحتسب. حاله انذار، هجمه واعده، قرار صحيح على فكره. كابتن جمال شبه الكوره بتاعه رمضان صبحي اللي ما اتحسبتش، نفس الزقه من المدافع، الكوره اللي كانت في الاول احنا جبنا لها واحده بقى كريم شبهها. مش عايزين نجيب اكتر من واحده. طيب هنا هو على فكره التعديل عالج النقطه، ولكن هي من غير تعديل. انا فريق خسران وبلعب بسرعه، لان انا خسران ودي ماتشات كاس وبلعب بسرعه، هتفرق ايه يارده ولا ياردتين لما العب الكوره بعيد يارده ولا ياردتين؟ دي عايزه كومن سنس من الحكم. بالعكس، ده هم في المره الثانيه حطوا الكوره قدام اكتر، يعني حطوها ابعد. فبرضو كان من الممكن انه مثل هذه الحالات يعني نزل مرات تتغاضى فيها عن مكان الكوره. يعني هنا فاول او تسلل، اتحطت الكوره هنا والفرقه خسرانه واتلعبت بسرعه، هتفرق ايه المترين او الثلاثه متر دول ان انا اصفر اوقف الهجمه وارجعك تاني؟ انت هتسيب كل حاجه وهتبقى تم استفزازك بانه انت بتوقف لي الهجمه بتاع، انت مش عايزني اهاجم، انت مش عايز نكسب، صحيح، انت عايز الفرقه الثانيه تكسب. شوف كل ده بيبدا بايه؟ حاجه تافهه صغيره قد كده. صحيح، اداره المباراه يا جماعه من الامور، انا ما بتكلمش على الاداره، ان يكون في فاول ما احسبوش او ان في تسلل اسيبه يعدي واقول ده اداره، لا، عشان بس التفسير ما يروحش بعيد. لكن انا حسبت فاول واتلعبت من على بعد مترين، وفين؟ مش قدام المرمى، ده عند المرمى بتاعي. ده احنا احيانا بنتغاضى عن 10 متر 15 متر طالما الكرة في منطقة دفاعية بنتغاضى عنها، بيبقى التسلل محسوب جوه الست ياردات وبيتلعب من بره 18 وبنتغاضى عنها. ليه؟ لأن دي مش مؤثرة. أعتقد منتهى الوضوح، يعني كل الأخطاء دي في مباراة واحدة ولا واحدة منهم لصالح النادي الأهلي. الكرة الأوفسايد اللي اتحسبت دي راحت لرمضان صبحي ولعبها في اتجاه المرمى وجت في ايد اللاعب، وكان لولا يعني خطأ مركب، لا لولا انها اتحسبت اوفسايد كانت هتبقى ضربه جزاء. لا مش هي دي، مش هي دي واحده تانية. لكن طب ما جبناش مكان، انت سالت على الهاندبول، واخيرا الخير ما شاهد به كريم، نشوفه. جزاء لصالح النادي الاهلي واضحه وصريحه، يعني الكرة بقى جاية من مسافة بعيدة ومفيش حد مع الراجل ده، الراجل معرفش يسيطر على الكرة بفخده، فالكرة هربت منه راح جايبها بإيده، ضربة جزاء. كرة فيها كلام، خلينا نشوفها كده مع بعض. حسين الشحات حب يعدي، حصل عرقلة، أعتقد 21 ده أحمد أيمن منصور ولا محمد حمدي،
محمد حمدي عرقله واضحه لحسين الشحات برضو دي ضربه جزاء هي باينت في الاعاده الخلفيه. ارجع تاني يا وليد كده معلش. ضربه جزاء للاهلي برضو. خلي بالكوا بصوا عشان بس في ناس هتقول ايه قدام التلفزيون الزملكاوي يقول لك يا عم كريم انت مالك متحمس الاهلي. انا بتكلم بقى بدون انتماءات ولا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز. نتكلم في كوره حق ربنا. لا ضربه جزاء اهي الكوره عدت. محمد حمدي قلش الكوره او جلها. حسين الشحات اتعرقل اهو برجلين اتنين من محمد حمدي. لو الضربات الجزاء دي للزمالك هنقول، لو للاتحاد هنقول، لو لبيراميدز هنقول. ماليش علاقة بتيشيرتات الفرق مين. أنا بس المثير في اللعبة اللي فاتت دي، يعني يا ريت تيجي وإحنا بنتكلم وهي بتتعاد بطيء، إن الكل يقول لك إيه لو المدافع لعبها يبقى خلاص. لا مش خلاص. المدافع لو لعبها وأنا عندي فرصة حصلها يروح رافع رجله الثانية يعقني أنا يعقني بيها بعد ما هو اللي لعبها ارتكب الخطأ. ولذلك كلهم يقول لك ايه يعني مزدوجه. صحيح. خطأ مزدوج. لكن هو ده جهاد جريشة، هو ده جهاد جريشة اللي رئيس نادي الزمالك قدمه في ندوة انتخابية انه من مرشحيه او من مؤيديه، وانه قال ساعتها ان ده راجل زملكاوي. وهو جهاد جريشة ايضا اللي مباراة الاهلي والاسماعيلي في بداية الموسم، وهو جهاد جريشة اللي لغى لنا جون صحيح 100% هدف صحيح 100%. وهو بس مهما اعترف، طب السنه اللي فاتت مهما اعترف استاذ ابراهيم والنبي قبل ما تجيب اللقطات دي السنه اللي فاتت برضه في مباراه الدور الاول الماتش يعني متأزم، نط عمرو جمال الكره وقعت جبناها جون، اتلغت بحجه ايه؟ ان عمرو جمال لمس الكره بايده وهو فوق. المفاجأة القاسية ان اللي لعب الكرة بايده كان محمود متولي، وقالوا ساعتها يا تحسبها جون يا تحسبها ضرب الجزاء للاهلي. صحيح. هو عمل بقى التالتة اللي محدش يعرف يوصل لها، انه يحسبها على الاهلي. وهيقول لك جهاد جريشة اعترف. طب ما الحكم التشيكي اللي حكم مباراة السوبر في الامارات للاهلي والزمالك اعترف انه الاهلي كان له ضربة جزاء. يا فرحتي باعتراف الحكام.